بسم الله وما في بدو أما ادخلوا سناوي جبر حباب ديما زيد 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 غير ما وصلت 100 ما ندويش اليوم يعني ما وصلتش 100 واحد ما نهضرش زيد 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 مازال مازال باقي باقي بارطاجو. شوف اخوان السلام عليكم، دونك نتسناو بما يطلعوا الاخوان كاملين. هذه 27 فضلت انني نبدا شويه قبل الوقت. يلا بما يطلعوا المشاهدين ويدخلوا كاملين ويخرجوا عند الناس كاملين. ما تنساوش بارطاجيو، بداو تبارطاجيو الاخوان هاد الفليب باج ديالكم في الجروب ديالكم باش نبداو ان شاء الله هاد اللايف هذا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك سي الزعري، كي داير؟ مرحبا عماد، فين انت عماد؟ بنتي ولا مازال؟ خي سمير مرحبا، خي سمير طريق صوبي مرحبا، نهار كبير هذا. علاء الدين نهار كبير هذا. خي جواد السلام عليكم، كي داير انت؟ بخير صحيح. خي عماد، عماد اسماعيلي نهار كبير هذا. حاتم حوكا مرحبا، اتجمعتوا العفارت هذا النهار هذا. دونك الاخوان السلام عليكم، نبداو ان شاء الله ونتوكلوا على الله في هذا اللايف هذا. اليوم كما جرت العادة في جروب انترناشنال فيشين، انترناشنال فيشين جرت العادة انه كل نهار كيتكلم واحد، كل نهار كيتكلم واحد على لا تكنيك ديال لابيش. اليوم رأيت اننا اليوم نهضروا على البلاك باس وكل ما كيتعلق بلي تكنيك ديالو، كل ما كيتعلق بلي تكنيك ديالو ابتداء من لي لور لي مونتاج، كيفاش ليستوار ديالي بعدا مع البلاك باس. ديجا هادي حاجة كيفاش بدات، حاجة مهمة ومهمة بزاف. دونك كنحاول دابا كنحاول باش ندخل اللايف باش نشوف لي كومونتير ديالكم. خي عبد اللطيف زريدو مرحبا، دونك عطيني التليفون ديالك.
دونك كما قلت لكم الاخوان دابا كنحاولوا غير باش نشوف غير لي كومونتير ديالكم هكذا باش نقدر نجاوب لكم على نبداو على بركه الله. دونك لابيش ليستوار ديال لابيش ولا كبلاص بدات في 2009 في لا بروميير فوا فاش يلاه جيت الجديده هنايا فاش يلاه جيت الجديده تعرفت على واحد الصديق اللي كتعرفوه جميع خالد فشاتي. كنت كنصيد انا في البحر جاي بيسك جاي من المدينه ديال اكادير كنصيد في البحر ما عارف شي حاجه اخرى شنو هي البلاك باس لودوس ما كان الناس ديال اكادير الاغلبيه ديالهم ما كيعرفوش شنو هو البلاك باس ولا لا بيش في لودوس. دونك قال لي اودي واحد النهار نمشيو نصيدو قلت له اودي انا ما عمري صيدت في لودوس كيفاش قال لي ماشي مشكل غير الله مشيت معاه عطاني ماتيريال تما بدات البلية. مشينا النهار الاول بروميير فوا دوزيام فوا تعرفنا على ناس جداد غاسا فيسبوك دي جروب جداد كيما تكلم صابون البارح على تكنيك ديال سبينين فلودوس سورتو فلودوس بليلور اللي كاين دابا بليلور بلي سبينر بيت هادشي راه ما كانش في ذاك الوقت كنا الا بغينا غير سبينر بيت ولا شي حاجه كنا كتبقى مرحبا خي عماد مرحبا خويا عماد نقرب التليفون نقرب حدايا التليفون حيتاش ما كيبانش ليا مزيان لي كومونتير ديالكم غنحاول نقرب حدايا التليفون مزيان واحد شويه انت هكا باش يبانوا ليا لي كيسيون بيسك جيتي انت عماد خصني ضروري نتصايب ليك دونك كما قلت لكم سمحوا لي على حيتاش كاين خاصني نشوف لي كومونتير ونشوف نقرا لي كيسيون ديالكم ضروري ديجا بداو الدراري كيكتبوا ما في الاول ما باش لي سمحوا لي اللي عنده شي كيسيون اللي عطى شي كيسيون يعاودها الله يعطيكم الخير. دونك كما قلت لكم بدات ليستوار بدينا كنصيدو في البلاك باس كنا كنبغيو غير ماتيريال سبينر بيت ولا ان بوبر كان ما كنلقاوش هنا في جديده لو سول لا سول بيرسون اللي كانت واليوم مرحبا عماد لا سول بيرسون اللي كانت كتبيع ما كنلقاو عندها هادشي ديال البلاك باس هو عبد الرحمن هنا في جديده دونك كان عنده داكشي قليل بيسك ما كانوش الناس هنا كيصيدوا على البلاك باس كنا كنقولوا واش كاين هنا الحوت ديال الجران دونك هادو برمي الحوايج اللي جاونا صعاب في الاول حيتاش ما كانش ماتيريال وبديت بديت تبارك الله ولا كيتلقى ولا كتلقى ماتيريال عند الاخوان سيرتو عند الاخوان عطا الله في كازا هنا دابا في جديده وبطل الحمد لله دابا موجود. بداو المسابقات بدينا كنشاركوا في المسابقات اول مسابقه شاركنا فيها كانت في بلويدان الحمد لله بروميير كومبيتيسيون احتلينا في محتليه المرتبه الرابعه. سيد الرحمن السلام عليكم الله يعطيك الخير. دونك بدات المسابقات بدات داك الهوس للمسابقات وليتي الا ما شاركتيش في مسابقه بحال ما درتي والو كتبان لك مسابقه ضروري خاصك تشارك فيها علاش دوك الاجواء اللي كانوا الصراحه وباقي لحد الان وتطوروا اكثر كاع انه باقي كانوا اجواء رائعه واكثر من رائعه بزاف. بداو سيرتو بدات الاحترافيه كتبان انه الدراري ولا نيفو كيطلع شويه بشويه ولا الماتيريال ولا لي لور دونك بيسك جبدنا لي لور نذكروا لي لور اللي كانوا ديك الساعات كنصيدو بهم ما كناش كنصيدوها بالكويير وبلا تويست هي اللي كانت ديك الساعات ابار واحد سبينر بيت ولا دو سبينر بيت اللي كانوا في البوط ديالي بوليتو اللي كان خالد كان في فرنسا في ديكاتلون كنشراهم من فرنسا كنجيبهم ليا. دونك هذه هي البدايه اوي واحد البوبر كان عزيز عليه بزاف واحد البوبر كان عند خالد في عمره واقيلا شي 6 سنين ولا 7 سنين ها هو راه كاين يقول يهضر عليه وهرستو ليه واحد النهار وغلي في الربيع فاش جريت تضرب مع الحجره وتهرس وقصبه المهم هادو اللي هرست ليه باش نتعلم. دونك هادشي هو اللي كان دابا الحمد لله انت عطا الله لي لور لي لور سوبل لي لور دير عطا الله اي واحد فينا كتلقى عنده 3 4 د لي بواط عامرين كيديهم كاملين مع البراج 3 4 د لي بواط 5 10 ديال لي ساشي ديال لي لور سوبل ولكن ما كيصيدش بهم كاملين علاش حيتاش ما دارش فيهم ثقه عنده ان لور واحد هو اللي كيصيد به
هذا داير واحد السيد عزيز عليه، ما عرفت واش كاين ولا لا، محمود السبتي داير عزيز عليه هذا لور، هذا هو المرابط بليطو. دونك نكملوا الموضوع ديالنا على لي لور. لي لور انا الصراحه في الاول ما كنتش كنثق في لي لور سوبل كاع، ما كانش عندي مع لي لور سوبل نهائيا. مدبر عليها عمر، واخا تاع عمر، واخا. دونك لي لور سوبل ما كنتش كنثق، فيهم ما كنتش كنصيد كاع بلي لور سوبل. واحد النهار كانوا عندي بزاف، الاغلبيه لي لور دور، ها لي كرانك، لي سوين بيت، لي ستيك بيت، لي بوبر، لي سبينر، هذوك الشيء كان الحمد لله موجود. ولكن ليستوار ديالي مع لي لور سوبل، حيتاش هاد 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 ليستوار هادي ديال لي لور سوبل هي اللي ديمارات لي لور سوبل عندنا في المغرب، حيتاش ما كانش حتى واحد كيصيد بهم، كانوا ناس قلال اللي دايرين فيهم ثقه. اون بليس كالاغلبيه واللي متواجدين في السوق، قال اخي خالد عبد الرحمن يعاود لكم ليستوار ديالي مع الرسوبل. مشيت نسيد انا واحد السيد احسان، احسان السليمي، كنا مشينا نصيدو انا وياه في واحد سبوت، و ما جاتني من عند الله، قلت له ودي فوالا واش عندك احسان شي الرسوبل؟ قال لي ودي فوالا ايه كاين، ها هو يعطيني ان ورم اللي هو ورم هذا فوالا، عطاني بحال هاد الشكل هذا، وعطاني انا بصون تيكسون، فقط. قال لي هادو ديرهم جربهم لوح وغادي يجيب الله التيسير. داكشي اللي درت لور سوبل، داك السينكو درت السينكو اللي كيقولوا لي دابا السينكو ولا الورم، امسون تيكسون، لحت طاف جاب الله التيسير، حوته مورا حوته مورا حوته مورا حوته. قلت له ودي فين جبتي هاد اللور هذا؟ قال لي راه خديته عند عبد الرحمن في جديده. قلت ليه داكور، دي خرجنا دي مارينا من داخل المصيد من ديك الساعات ديريكتومون نيشان، مشينا عند عبد الرحمن. السلام عليكم عبد الرحمن، لقيت عنده 12 ساشي ديال داك اللور. قلت ليه عبد الرحمن هادو من هادو هما اللي باقيين؟ قال لي ايه. قلت ليه اراهم، خديتهم. هادي هي ليستوار ديالي مع لي لور سوبل، ما كنتش كنحملهم ولكن صافي من نهار بديت كنصيد بهم ما بقيتش كنبدلهم، لي لور سوبل فقط وسيرتو لي وورم. كتلقى جميع انواع ديال لي وورم موجودين، اعطى الله. ها هو كاع واحد الوورم هنا، بحال واش بونس اغلبيه ديال الراس ديال الرياس ما عمرهم شافوا هاد الوورم هذا. هذا سيت سوبر وورم، خاصابون مرحبا. صابون انوريك واحد واحد لولور واش تعقل عليه، سمحوا لي. هاد اللور هذا كان صابون هو اللي كان عطاه ليا، ها هو تعقل على هذا اخي عبد الطيف. هذا والاخر هاو، هادو لي لور ديالك هادو اوي زيمان. ولكن هذا راه تعقل عليه انت، هاد المسخوط هذا شاطر لايف. دونك هاد لور، هذا لور اللي قلت لكم ماك جو بونس با، واش واحد لور عجيب عجيب وعجيب بزاف. ها هو راه كاينه بوسيبيليتي انك تزيد جبد مازال. هاد اللور هذا الي انديستركتيبل، ما كيتقطع، ما كيطراليه والو. كدير فيه الصناره كتقدر تستعملو 10 20، تقدر تصيد به العام كامل ما فيهش مشكل. الي فلوطون ضروري ما كدير ليه واحد شويه ديال القميم من في القدام الا بغيت تصيد به ضروري. خي حسن مرحبا، مرحبا خويا حسن، الله يعطيك خير. كما قلت لكم فوالا ضروري هذا كيفلوطي، الا درتي معاه غير صناره كيبقى ديما فوق، كيبقى فوق الماء، كيبقى فلوطي فوق الماء. ضروري خاصك تزيد معاه واحد الكميمه، ولا كتقدر تصيد به في البلايص اللي فيهم لي زيربيي كثار، اللي فيهم ربيع وفيهم هذوك الدوارات بحال اللي كانوا في المسيره، بحال البلايص اللي فيهم ربيع كثير وفيهم غا حفيرات كتصيد به بهذا نيت. دونك نكملوا، هذه هي الاستوار ديالي مع لي لور سوبل. من تما وليت مبلين بلي بزاف بلي لور سوبل، سيرتو لي لور سوبل اللي هما
اللي هما انتريسون اللي كيديروا البلاك اللي كيصيدوا البلاك داير ما بقاش كيتقنعنا بليتو ما بقاش كيتقنعني ديك 5 بوس 6 بوس 7 بوس 8 بوس حتى هما ها واحد فينا هو داير كنعطيهم هادو كنعطيهم ليا سمير وي فوالا سمير فوالا ديلر اللي هما في دي كولوري اللي هما زوينين وتقال كيخرجوا بومسيس مرحبا مرحبا بك اخويا بومسيس دونك نتكلموا على لي مونتاج واحد شويه ديال لي لو سوبل كاين كيما قلت لكم كاين بزاف كاين لي وورم كاين لي كاين لي وورم في ناس لي وورم عاديين هادو كاين لي فيرغول لي تيوب لي فاتيكا بحال هاد الشكل هذا ديال الاغلبيه لي تيوب هادو كاين لي سويم بيت كاين لي لورد في ناس لي لورد في ناس تا هما هادو بزاف كيتستعملوا ديك لا كولور ديال الزيمان كتخدم مزيان وي 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 خويا عبد الله عبد اللطيف وي كتخدم مزيان عندي هي وعندي اون اوتر كولور بلاتي عندي زوتر كولوري فيها كاين هاد البلو هذا هاد البلو والفير كاين حتى هاد الفير هذا لا كيستيون ديال عمر باش تنصحنا اللي بغا باش نصحنا اللي بغا فريسون هو شنو يبدا في سبينين فلودوس واش بيان سور عماد بيان سور يجي دروب شوت مزيان هذا يخدم فيه مزيان مزيان حيت حيتاش كيبقى واقف فيه اللور هنا واحد لا بول دار هي اللي كتخليه واقف ولا كومبوزيسيون ديال هاد لا ماتيير هادي ما كتفونديش كامل ماشي غير من لا كو ديالو كما قلت لك عبد الطيف عندي كاين هاد الكولوري وكاين هادي حتى هي شويه فونسي وكاين هاد الخضر هذا هادو دي كولوري انا الصراحه اللي كنصيد بهم ديما ما عمري بدلتهم هما باش كنخدم ديما دونك عاود لهم ليستوار ديالك مع سيرفاس في الفيرما ديالك اوي Ah oui, bien sûr, Samir, bien sûr. Je ne le mélange pas avec d'autres marques. Shift la vidéo. Moukouba, la technique. Oudous. Ashno, Katani. Shift la vidéo. Moukouba, la technologie. Oudous. Ashno, Katani. Ok. Ashno, Katani, Akhay. Akhay Hassan. دونك فلودوس ما كايناش غير ماشي دابا السيرفر فلودوس ما كاين ماشي غير اللي كنديرو حنايا دابا كاملين كنصيدو روب كيما كيديروا الاخوان كاملين انه لورو كتمشي تصيد في مصيد ما عارفش انت شنو فيه ما عارف كيفاش داير في لا بروفوندور ديالها شنو كاين في لا بلاتفورم اللي تحت الماء اغلبيه الناس ما كيمشي غير يصيد في واد في براش كيمشي غير يبدا يصيد اوه هذا عبد جاوبك عبد الطيف دونك كيما قلت لك حسن الاغلبيه كيمشي يصيد في براج ما عارفش فين كيمشي يصيد غير كيمشي كيبدا يصيد غير هكاك دونك علاش حنا حتى حنايا ما نطوروش ما نديفلوبيوش النيفو ديالنا كتمشي تصيد في واحد المصيد خاصك تكون عارف شنو كاين فيه تحت الماء ما تسناش انا تيجي جفاف باش نعرف شنو كاين تحت منه دونك برمي الحوايج اللي غنتكلم عليها اليوم هو واحد الصوندور واحد الصوندور اللي هو كيصلح لي فلو تيوب سبيسيالمون لي فلو تيوب ولا لي زومباركاسيون لي كاياك اللي هو فاسيل ا يوتيليزي بيان سور سي تان سونار فون كتستعملو ها هو كتلصقو عندك كتحطو عندك في الفلو تيوب ولا سون ديالو ها هي الصابو ديالو كتفيكسي تحت من الفلو تيوب ديالك افيك اون ابليكاسيون اللي كتانستال في التليفون وكتولي كتقرا لك لا بلاتفورم اللي كاينه لتحت او ميم طون كتسجلها فاش كتلصقها لتحت فاش كتبدا تقرا في التليفون عندك سي كوم ان سوندور حنا الاغلبيه ديالنا كيصيدو افوغل سواء بالفلوتيو سواء بالمباركاسيون ما عارفش داكشي اللي تحت ولا كيكون عارف شنو اللي كاين في التحت ولكن غير معاودين ليه هنا راه كاينه حجره وهنا وهنا وهنا
ولكن باش يلقى مثلا باش يلقى بحال هاد بحال هاد لي سبوت هادو هاد الحفاره هادو اللي داير لهم انا لا فليش ولي بروفوندور تعرف لي بروفوندور تعرف لي بروفوندور وسيرتو لا بلاتفورم ديال تحت كي دايره حيت الا عرفتي لا بروفوندور وعرفتي لا بلاتفورم ديال تحت الماء كيفاش دايره راه سي فاسيل انك سي فاسيل انك سي فاسيل انك تصيد وتصيد مرتاح علاش نقول انك داخل وسط المثل هنا ما عارف شنو كاين قدامك واحد 100 متر ولا 50 متر قدامك ما عارفهاش واش الماء رقيق ولا الماء كثر دونك ملي كتكون عندك هاد ليكيبمون هذا وكتدخل لا بروميير فوا ولا دوزيام فوا ولا تروازيام فوا افيك ان سوندور دونك كتعرف لا بلاتفورم ديالك ديال 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 البراج فين كتصيد اشنو فيها وكي دايره دونك ضروري الاخوان خاصنا ندوزو لنيفو سوبيريور اغلبيه ديال دابا الاغلبيه الحمد لله ديال الدراري كيصيدوا اغلبيه ديال الاخوان اللي كيصيدوا دابا كيصيدوا باللورسوبل كيصيدوا بالليلورسوبل ولكن ولا بالليلور عاديين ولكن ما كيعرفوش شنو هي لا بروفوندور اللي قدامهم ما كيعرفوش شنو هي شنو اللي كاين قدامه ولا واش كاين ربيع واش كاين حفره واش كاين واش كاين دونك ضروري خاصنا يكون عندنا هاد ليكيبمون هادو يدخل بها الواحد بالفلوتوب ولا يدخل بها الواحد بان امبركاسيون في كاياك ولا في زودياك ويقرا لا بلاتفورم ديالو ديك الساعه الا بغى يصيد برجليه راه الحمد لله راه سي فاسيل هذا الجواب دي على لا لا على اخ حسن وكنشكرك على لا ريبون لا كيسيون ديالك وعماد البربوشي شحال فيك ديال اش بغيتي يا عماد عطيني شنو ها صابون شوف عماد انا راه جايب ليه واحد لولور سبيسيال ليه باش يهنيني خبير والله الا يومين هذه وانا كنسول عليك ها واحد اللور ديالك يا عماد ها هو جايبو لك سبيسيال غهنيني ها هو يسالي اللايف نعطي لك نصيفطو لك في البوسطة ما تخافش هذا سبيسيال لك عماد دونك الرياس نكملو اللايف ديالنا ونكملو الشرح ديالنا الحمد لله كاين كما قلت لكم كاينين لي تكنيك بزايد بزاف 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 اللي كيعجبو يصيد بالسوبل اللي كيعجبو يصيد بليلوردور اللي كيعجبو يصيد بهم جوج عنده جوج كسبات كل كسبه داير فيها لي بلاس حتى هي سبيسياليتي ديالك لا لا ماشي بالضروري سبيسياليتي ديالي ملي كنكون كندور ملي كنكون كنقلب ملي كيكون البلاك اكتيف ملي كيكون كيكون ملي كتكون مثلا كتدخل واحد المصيد وكتلقى الربيع كراك ديال الربيع غادي بحال هكا وهكا وكتلقى ويدان دايزين بين داك بين هذا الربيع هذا بحال الطريق هادوك مزيان تبروسبكتيهم بلي لي بلاس حيت راه سي ايفيكاس 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 واللي معروف على لي بلاس لي بلاس سي تان لور دو بروسبكسيون هذا مثلا ستان لي بلاس اللي هي واخده انا من علي اكسبريس كناخذ في العام في العام كناخذ 20 30 حبه بارمي لي وي اخويا حاتم زوين 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 صوندور صراحه خدمت به في ايتبا خدمت فيه هنا عندنا في ريجيون ديال جديده في مهيوله خدمت فيه في مولاي عبد الله كيعطيني لا بروفوندور الا كتعرف لا بروفوندور راك عارف انت راه ما حتاش نقول لك الا كتعرف سيتو غير اصبوا لا بروفوندور فين كتصيد انت راه هذاك هو هذيك هي لاكلي كما قلت لك اخاي خبير هادو لي بلاص انا كناخذ منهم 20 حبه 30 حبه في العام هما باش كنصيد الا كاع بغيت نزيد لهم شويه ديال الكولوري كنكولوريهم انايا كنلونهم احسن 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 لي بلاس فيهم صداع بزاف وكتقدر تلونهم في اي لون بغيتي خويا زهير شنو هما لي كونديسيون لي تخلينا نستعملو لور ريجيد والعكس لور سوبل اوكي خويا يونس مراد مرحبا بعدا ومرحبا بك عندنا في اللورسوبل هذا الاخ هذا راه تبارك الله راه موسوعه كبيره في السيلف كاستينغ متواضع بزاف دونك شنو هما لي كونديسيون اللي كيخليوك شوف عندك هو هذا عفاح يا حاتم هو راه باقي مجموع باقي جديد دونك كما قلت لكم ولا كما غنجاوب على 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 الاخ يونس مراد انه في الصباح الصباح هذه معروفه عندنا معروفه ستون بازيك الاغلبيه ديال الرياس كيديروها الصباح كيف كتوصل للمصيد اول حاجه كتستعمل لي بلاس اول حاجه كتستعملها هي لي بوبر باردون اول حاجه كتستعملها مع الصباح هي لي بوبر كتجرب لي بوبر ضرب عليك هو هذاك ما كضربش عليك كتشوف لا طومبيراتور ديال الماء كي دايره واش بارده ولا سخونه
الا كان الماء بارد حاول تبروسبكتي لو فون دونك ديك الساعات كتخدم لي لو سوبل. كان كان الماء سخون راه ضروري ضروري راه ضروري غادي يضرب عليك بالبوبر وما هادي بدون استثناء. وسيرتو لا سيزون الا كان في الصيف البوبر خدام الصباح 100%. ففي الشتوى ملي كيكون الحال بارد ملي كيكون الحال بارد راه بوبر شويه كتنقص الفعاليه ديالها بارابور في ملي كيكون سخون الجو وسخون الحال. اخوان سمحوا لي راه كاين الكيستيون كثار ما كنجي نجاوب على وحده راه مانيش ما نقدرش نعطي كل كيسيون نعطيها واحد شويه ديال الكلمه تنقطع ضروري خاصني ما نطول شويه في, في, في كل على حسب كل كيسيون ونشرح للاخوان والدراري كاملين. دونك كما كنا كنقولوا كاين لي مونتاج كثارين على في لو سوبل بديت باللو سوبل حيت نبداو باللو سوبل عاد ندوزو لو دور. كما قلت لكم كاين بزاف ديال لي مونتاج في لو سوبل كاين كارولينا كاين تكساس ريز كاين دروب شوت كاين نيكوريك دانكيريك هادو كاملين دي مونتاج ولكن الاغلبيه ديال الاخوان اللي كيديروا كيديروا كارولينا ولا تكساس ريز برمي هادو برمي هاد لي مونتاج هادو اللي معروفين ومعروفين بزاف اسهل لي مونتاج دغيا كيدار وغادي كتركبو دغيا كتصيد به. كذلك دروب شوت راه دابا الحمد لله الاخوان راه كيصيدوا به مزيان الدراري. غير واحد النصيحه اللي كنقول انا للاخوان اللي كيصيدوا بالدروب شوت مع شي اخوان كيصيدوا بالدروب شوت كانوا عندهم اغلط ما غادي نقولها هذه بلا ما نوجه الكلام لاي واحد. ما تقدرش تجاوب على كل شيء حيت انت عيان. لا ماشي عيان عماد لا بالعكس عاود كتب الجواب لا كيسيون ديالك ونجاوبك عليها ما كاينش مشكل مثالي لك انا اليوم. دونك كما قلت لكم واحد الغلط كيديروا الاخوه اللي كيصيدوا بالدروب شوت هي انه كيلوح دروب شوت هو انه كدير القميمه لتحت كتكون عندك واحد القميمه سبيسيال دروب شوت كنشرح لكم دونك كتكون عندك قميمه بحال هكذا سبيسيال دروب شوت كيلصق فيها الخيط نيشان وكتجي هنا وكدير انامسون اللي هو سبيسيال دروب شوت ها هو عندي واحد انامسون اللي هو صغير كيكون فوالا انامسون صغير كيكون بحال هكذا دونك ولولور ديالك كيجي بهذه الطريقه هذه فاش رجليت مثلا نديرو هدا دونك كيولي جاي كيولي تصيد عليه بحال الطريقة هادي بحال هكدا لابروفوندور هاد لابروفوندور هادي كتختارها باغابوغ لابلاتفورم عندك واشنو لابلاتفورم فيها بزاف ديال الربيع ولا فيها الربيع قليل ولا فيها الحجر قليل دونك كتستعمل هاد لاتيكنيك هادي بحال هكدا. دونك كما قلت لكم كاين واحد ليرور كيديروه الاخوان في اللي كيصيدوا بالدروب شوت هو انه كيخلي القصبه لتحت الدروب شوت ملي كتصيد به ما كتصيدش به بالقصبه لتحت وبالقصبه ناعسه لتحت بحال هكا كيكون كيجمع والقصبه دايره بحال هكا كيبدا انيمي بحال هكا. نورمالمون دروب شوت لا نورمالمون دروب شوت خاصك ضروري تخلي القصبه واقفه وكتبدا دير ديزانيماسيون للفوق ما يمكنش تنعس حتى شي نعستيها راه سيرانيا انك دير الدروب شوت راه كتسمى بحال داير كارولينا ولا تكساس ريغ بحال المهم كيتسمى لور راه نعس مع الارض نورمالمون لا هو لوبجيكتيف ديالها هي انها كيبقى لو لور مهزوز في السماء على لا بلاتفورم سيرتو لا بلاتفورم اللي كتكون فيها الربيع وكذا ضروري ما كيبقى لو سوبل كي خاصو يبقى بحال هكا مهزوز في السماء وكيلعب كدير غادي بتي ديزانيماسيون قلق خفاف 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 غير بحال هكا باش كي قيس عليك. شنو كتقول نتا عماد اش كتقول يحكم انني كندير سبينين في البحر واش نقدر نجرب نفس التقنيات في لودوس؟ وي ايفيكتيفمون تقدر تجرب نفس التقنيات في لودوس بيان سور ما فيهاش مشكل راه تبارك الله راه كاع كنا كنصيدو في الاول في البحر والحمد لله دابا راه دزنا لودوس وراه درنا بلاصتنا مع الاخوان اللي كانوا سنين هذو هما كيصيدو في لودوس بيان سور. زهير هضر لينا على شيا ماتيريال بالنسبه على لو ماتيريال بالنسبه لي ديبيتور فلودوس لونغ
دونك هذاك موليني تخي مونتاج. اوكي خويا عمر، دونك عمر ابارامون ما الا بغى يتعلم لودوس دونك خصك موليني، موليني ديال 2000 ولا 1500 على حسب، على حساب لا مارك بيان سور، حيتاش راه كما قال عبد اللطيف البارح ولا شي واحد اللي شفتو البارح قال واحد الكلمه انه لا طاي ديال لي موليني، ديال لي موليني دايوا ماشي هي لا طاي 2000 في موليني شيمانو. ايفيكتيفمون هذا ستان 2000 في موليني شيمانو وهذا ستان 2000 في موليني دايوا، شوفوا لا ديفيرونس، واحد سعر صغير على الاخر. دونك والغاسيو حتى هو خاصكم تبازاو عليه كما هضر عبد الله في البارح على الغاسيو حتى هو ديال 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 موليني. دونك موليني ديال 2000 كافي، وكافي باش انك دروب شوت اي ميو ديتيليزي اون كان دو 2 4. بصح الدراري بروبو بيولوجيك بيان سور، بيان سور خويا عماد غادي نهضروا على الدراري على البيغوبو بيولوجيك، على امتى كتبدا الصياده، امتى كتسالي، كما نكملوا الهضره مع خي عمر لا كيسيون ديالو. دونك اموليني 2000، اموليني 2000 يكون لاطريس، لاطريس انا بيرسونيلمون كنستعمل 10 10، ولكن بالنسبه لي ديبيتون ماكسيموم ماكسيموم اللي يقدر يستعمل انا كنصح يستعمل 15 ولا 14، هادو الماكسيموم اللي يقدر يستعمل في فلودوس حيتاش ما كطلبش واحد ليفور كبير. بادلين، البادلين يدير بادلين ديال 30، بادلين ديال 30 ويتم هابط في غير مزيغ مع الاكسبيريونس اللي غيكتسب مع الوقت، ويتم هابط يتم هابط. انا بيرسونيلمون كنصيد ب 28 26 حتى 22 بعض المرات، على حساب على حساب الماء كيفاش داير، واش الماء صافي ولا لا. القصبه، القصبه لا كان، لا كان، لا كان سي تي كان كنستعملو اغلبيه، الاغلبيه ديال الاخوان كيستعملو ان كان ديال 2 متر 1.90 متر جوسكا 2 متر 2.10 متر سوفيزونت بالنسبه للبلاك، ما كتحتاجش شي غراماج اللي هو يكون طالع فيها، كتبغي غير يكون فيها الغراماج ديال من على حساب، على حساب باش غادي تصيد. بار اكزومبل هذه اللي في يدي انا عندي فيها من 5 غرام حتى 21 غرام اللي نقدر نصيد بها. كل ما كانت لا كان في ناس راه كان كنحسن، ولكن بالنسبه لان ديبيتون ضروري خاصو ياخذ واحد شويه اللي هي لا كان بحال هاد العباره هذا 5 21 7 21 اللي تقدر تحمل واحد شويه ديال يلا ملي يلا ملي يكون يلا كيتعلم. مرحبا اخي محسن، مرحبا مرحبا. 2 متر مزيانه حتى هي، راه ما قلتش ما مزياناش اخويا عماد. دابا انا شنو قلت لك؟ قلت لك انايا راه ابارتيغ من 1.90 متر وانت طالع، راه انا ها هي نوريك ان كان عندي فين هي، ها هي ها هي هادي، راه نوريك هذا الكراماج ديالها، راه يهضر لك راسك، راه الاخوان كاع عارفينها. ها هي اللي عندهم هادي، راه متر و 39 متر و 39 فيها اون بلاج ديال 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 الغراماج من 7 حتى 56، 7 غرام حتى 56 غرام. سي جون كان لي هي زعما ما صراحه ما كنقلب عليها ما لقيتهاش مالوغوزمون، الشركه ديالها ما بقاتش كتخرجها، ولكن فوالا 7 56 7 56 7 56 فيها 2 متر 39 وتقدر تصيد حتى ب 2 متر 40 ما فيهاش اي مشكل. لي كان دو متر دو بو كانو تري افيكاس، كان بزاف ديال بنيت لاس كونكورات الاخرين. وي ايفيكتيفمون كل ما شوف كل ما طوالت القصبه كل ما كتعطيك واحد لا ديست، واحد لا ديستونس طون سيكتور، ولكن الفو با الفو با اوبلي كتقال مع كل ما طوالت كل ما تقالت، وكل ما كتقدر تنقص لاكسيون لا توش ديالك انت في الصيد. سيرتو حنا كنصيدو بدي دي لور اللي هما خفافين وخفافين بزاف. دونك انا بالنسبه ليا بالنسبه للودوس سوفيزون، سي سوفيزون العبار ديال 2 متر 2 متر 10 كافيه. طلع الفوق خاصك ضروري ان كان اللي هي تكون زعما ديال مارك اللي هي مزيانه باش تقدر تلقى فيها هذيك داك هاد دوك لي بلاج ديال ديال الغراماج، من غراماج صغير وتلقى فيها حتى غراماج كبير، حيت ما تقدرش تقدر تلقى فيها مثلا غراماج صغير بحال قلتي 7 21 في 2 متر و 40
ما غاديش تستافد انت منها كاع، حيتاش اش كاع بسلامه غادي تلوح اطلونسي كاع. يسوفي انك ملي غادير كارت الاون، يسوفي انك تنقص من لاتريس، وبلاص ما تصيد بلو تريس ديال 15 تصيد بلو تريس ديال 14 ديال 10 مثلا، وهانت وصلت لدي ديستونس اكثر من هذوك اللي كتوصل لهم نورمالمون دابيتود. شكرا خير رشيد بلي دا لا صيفطني واحد الميساج، ما قدرش انا لي ميساج ما كيطلعوش عنده في اللايف، ما عرفتش علاش، واش وقيلو مشكل عنده في التليفون. دونك كملوا كما قلت لكم، كاينين دي مونتاج اللي هما مونتاج الاساسيين اللي كيستعملوهم دابا الاخوان كاملين، دي مونتاج عندك تكساس ريغ نيكو ريغ هاد سيرتو هاد لي مونتاج هادو. انا كنصح في الاوقات اللي كتكون بارد كيكون فيها بارد الماء اخواني استعملوا لي جيغ هاد. لي جيغ هاد عندهم فعاليه ديالهم كثيره، افيك اون انيماسيون اللي هي سلو اللي هي بطيئه بزاف. هاد الباتري علاش هذاك الباتري اخويا خبيره ديال سوندور اللي وريتكم ديك الساعات، انه كما الباتري خاصك ضروري اون بتيت باتري ديال باش تخدم هاد السوندور اللي وريت انا ابارامون. يلاه جيتي انت، ها هو بالنسبه للناس، هذا بالنسبه للناس اللي كيصيدوا بفلوتيب وكيصيدوا بالماتيري بالومباركاسيون بيان سور. خالد زهير قول لي الا بغيت نصيد البلاك باس اشنو هو الماتيريال اللي يكون عندي، شنو هو المينيموم باش ندير اون باري دو كان دو بيش ريسي؟ ميرسي اومينو. مرحبا خويا حمزه، مرحبا حمزه. دونك لا كيسيون ديال خالد هو انه قال لك كيفاش شنو هو البيدجي التي بلاتي شنو خالد الماتيريال مينيموم. دونك الماتيريال مينيموم ماتيريال اللي يكون عندك، ونقدر نقول لك واحد دو ساشي ديال الرسوبل ديال لي رسوبل سورتو لي وورم، ان باكي ديال فاتيكا باغ اكزومبل ولا الفلوك هاد التوب هذا، دي زامسون تيكسون فاسيل. هادو هاد الحوايج هادو اللي هما بيرفورمون اللي تقدر تصيد فيهم في اي وقت في اي ساعه، ما فيهاش ما كاينش زعما ما كاينش بوبر. عندك بوبر سبينر بيت ساشي ديال لي لور ولا دو ساشي ديال لي لور ديال لي وورم، باكي ساشي ديال هاد لي تيوب اون لي بليس وسالينا. عندك ماكسيموم 7 ديال لي لور 8 ديال لي لور في البواطه ديالك وصافي، والله يجعل البركه، وغتمشي تصيد بلاك باس بلا مشاكل بلا والو في اي وقت. ماشي بالضروري انه يكون عندك واحد البيدجي مثلا، واحد البواطات دي بواط اللي هما عامرين مقفلين بالماتيريال باش انك تمشي تصيد. واش ديما دير 20 غرام ايكيفالون بور لو دوس؟ وي ايفيكتيفمون خويا محسن، ايفيكتيفمون هذاك الشيء اللي قلت سوفيزونت. مازال في البحر كاين عندك دي كيكون عندك دي كونديسيون ديال الحجار، خاصك ضروري يكون عندك صبع عاليه ولا طويله باش تبعد على الحجر. اللي قلنا لك اختار طوالور صافي، اش غاد تاخذ معاك قنوط؟ هو شي اذا استعملت اللور فيه جراماج زايد على اللي في القصبه اش غيوقع؟ مثلا القصبه فيها 10 شي استعملت 30 واش توقع شي حاجه للقصبه؟ دابا معاك شي نهار لي بليس دا السؤال ديال الاخ اللي قال لك واش يقدر يستعمل جراماج زايد على اللي كاين في القصبه؟ بيان سور ايفيكتيفمون راه تقدر الى لونسيتي بها تسلك المره الاولى وتسلك المره الثانيه، ولكن غتوصل لواحد الوقت ضروري ما غتهرس القصبه، هذه مضمونه هذه انك غادي تقدر تكاسي القصبه من حداش الطبيبات ضروريه. قل لهم روح المقاتل وعرم الليلور. وي افكتيفمون خويا عبد الرحمن، انه ابار لي لور يقدر يكون عندك لي لور ديال الدنيا والدين، ويكون عندك الماتيريال اخر جينيراسيون اخر ما يكون عندك في القصب في الماتيريال في مولينيات وكذا، ولكن الا ما كنتيش صبار وما كنتيش مقاتل راه ما غتصيدش. الا ما كنتيش بيان سور كان بازيو على شروط السلامه اللي هي مهمه بزاف، واللي هي اول حاجه قبل من كل شيء،
حيتاش الا ما كتعرفش تعوم خاصك ترد بالك بزاف. الا انا مثلا كنعرف نعوم كنرد بالي 10% ولا 20% ولا 50%، انت راه خاصك ترد البال 300%، وما خاصكش تنزل للبراج حدا الماء وتكون كتصيد ولا وانت ما كاينش حداك شي واحد. بلا ما نهضروا على انك الا كنتي كتدخل الماء وانت ما كتعرفش تعوم، الا كتدخل الماء وما كتعرفش تعوم وما هاج معاك انجيلي سوفتاج، عرف راسك راه كتبيع في حياتك فابو، راه غدا ولا بعدو غطيح في حفره ولا غتلقى عين بتي ديسونت غير بحال هذه اللي بحال بحال هكا، راه البراج عامر بهم. غتلقى بتي ديسونت بحال هكا راه غتهبط ما غطلعش، والصياد هذا كتسوى حياتك. الور هادو برمي الحوايج اللي الفو الدراري يردوا لهم البال بزاف. السلام عليكم. علاش تتصيد بالنوكيل؟ واش البلاك باس يخدم؟ دكور سؤال ديال الاخ خالد قال لك علاش كنديروا حنا ولا علاش كنصيد انا بالنوكيل. اون كيسيون اللي هي كتطرح بزاف ولا كتطرح لي انا بيرسونيلمون بزاف. علاش كاينين الناس انه كيشوفوك طلقتي بلاك كيقول لك علاش طلقتيه؟ ما خاصكش تطلق ليه، راه حوت هذيك راه النعمه، راه الله راه ما خاصوش، راه النعمه هذيك راه مديوره للصيد، مديوره للاكل، مديوره لهادي. اوكي، ولكن انا كنقول لدوك الناس راه انا صيدت ما كنتش كندير النوكيل، راه كنا كنصيدو الحوت، راه كنا ماشي كنصيدو، راه كنا كنصيدو بلا قياس بلا قانون بواحد الطريقه اللي هي خايبه وخايبه بزاف. ولكن الحمد لله ما كنتش عارف بانه كاينين شي حوايج كاين ريغلومون، كاين هادي كاين هادي. تقريبا في واحد الوقت، واحد الظرفيه ديال واحد شهرين ولا 3 شهور، تعرفت على ناس، تعرفنا شنو هو النوكيل، عرفنا شنو هو المعنى ديال الحقيقي ديال النوكيل. سورتو انك ملي كتطلق حوته كتطلق ان بلاك باس اليوم في هذا المصيد هذا، ونجي عاوتاني نطلقو بحال قلتي اليوم نصيدو هنا ونطلق ليه، ونجي السيمانه الاخرى ونصيدو لو ميم بلاك باس ونصيدو هو وتصيدو عاوتاني، هذيك هي الحلاوه ديالو. تما كتعرف اش كتعني نوكيل وشنو ماشي نوكيل، حيتاش كون ديتو انا ولا ديتي انت، المره الجايه ملي غترجع تصيد ولا غيرجع خوك يصيد ولا ولدك يصيد راه ما غيلقاهش. دونك انا سيرتو هاد لو بوين ديال النوكيل كان بازي عليه، وكان بازي عليه بزاف، حيت اشطرات ليا ماشي مره ماشي جوج، وكاين اخوان اللي طاري عليهم واحد ليكدوت اللي هي لي واحد 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 الاستوار اللي نعاودها لكم، انه جوج د الناس كيصيدوا، كل واحد كيصيد في جهه، واحد كيصيد هنا وواحد كيصيد هنا، هذا اللي هنايا قطع عليه ضرب عليه بلاك، قطع عليه سوغ بلاصه ضرب عليه جايبو ويقطع عليه واحد 10 مينوت ولا 15 مينوت ابخي. الدري اللي اون فاس معاه صاحبو اون فاس معاه صيد نفس البلاك اللي ضرب عليه القباقة لاصقه فيه الصناره افيك لور ديالو، مات بالضحك، كعيط صاحبو قال لي لقيت فيه واحد، قال لي راه ديالي هذا داك اللي قطع عليا. فاش جاو كيشوفوا لقى ايفيكتيفمون لور ديالو، المونتاج ديالو، كلشي ديالو باقي لاصق في البواسون. دونك هادو بارمي الحوايج اللي مهمين بالنسبه للنوكيل. راه الاخوه الحمد لله كاملين تبارك الله، راه النوكيل راه كنا عاقلين حنا، راه كنا قلال، و راه لا فامي نوكيل غدا وكتزاد تبارك الله. اللي قال شي حاجه يهودو نقطع مع البراج عمان عرض، اللي قال شي حاجه يهودو نقطع مع البراج. La défense entre la paix, le barrage et la rivière. Bien sûr, خويا محسن راك عارف من طرف لا ريجيون هنا ديال جديده. لا ديفيرونس ما بين لا بيش في الباراج ولا في جديده. لا بيش في الباراج راه عندك واحد لا بروفوندور تكون تقريبا غادا وكتهبط في البلاصه اللي كتكون عارفها. الا ما كنتيش عارفها راه كتلقى هذوك الشعاب راه صافي دير، راه كاينه اون بروفوندور ديريكت. بار كونتر في الواد راه كاين، ما كتكونش عارف كاع شحال شنو كاين تما، كتقدر يكون هاد الرجا كيكون 1 متر 2 متر. دونك انا بالنسبه ليا في الواد كانت ديبلاصه بزاف اكثر من البراج. بيان سور في البراج فيه كنتمشاو بزاف، ولكن في الواد راه سي ديفيرون. علاش؟ حيتاش عندك بزاف ديال البلايص، بلاصه كتلقاها فيها الغيس، بلاصه كاين فيها الربيع، دونك كتقلب ديما على دوك البلايص اللي فيهم الربيع، اللي هما اللي كتصيد فيهم. البلايص اللي فيهم الغيس راه ما كتقيسهمش كاع، كتنقلهم. دونك تي دون لوبليغاسيون باش انك ديبلاصا. زيدو على هادشي انه الواد كورون راه ما كيوقفش، راه ديما غادي.
دونك خاصك ضروري تبدا ديبلاصو. هاد المره غادي جيتي صيفتي فهاد البلاصه، المره الجايه خاصك ضروري تمشي تصيف في بلاصه اخرى. لور كيختلفوا، حيتاش بحال دابا في الواد كاين لي زوبستاكل بزاف، كاين العواد، كاين البحر، كاين العواد، كاين شجر. ما تقدرش انك تصيد بحال داك الشيء دابا بلي كرانك، سيرتو من لوبور. كنهضر دابا من لوبور ولا مثلا دليلور، بليلور اللي هما كبار واحد شويه، ما تقدرش تصيد بهم من في الواد، حيتاش تقدر فاسيلمون تضيعهم. شتو كاع ما تيجاوب لي كيستيون ديالنا. يلا نشوف حالنا. مرحبا عماد، عاود السؤال ديالك، الا ما جاوبتكش عاود كتبو انا نجاوبك عليه. قول لنا بوزير، احسن قتال استعمال سبينر بيت. خي حمزه، احسن قتال استعمال سبينر بيت، الاغلبيه ديال الناس كيقولوا لك في القتال اللي كيكون فيها الريح. انا ما معاش هذه القضيه دي نهائيا. سبينر بيت كتقدر تخدم بها في اي وقت، ماشي بالضروري انه يكون فيها الريح باش انك يكون الريح باش انك تصيد بسبينر بيت. سبينر بيت عندك الاول قتال اللي كيكون شويه الماء بحال قلتي، كيكون داز الريح وكيكون الماء مخروض واحد شويه، فيه غير واحد شويه ديال القهوه، شويه القهوي هذاك. ولا في الصباح بكري مثلا، في الصباح بكري ملي كيكون الماء، وسيتو كنقول لك انا كنهضر عليك انا فاش يكون الماء سخون، فاش كيكون الماء بارد راه خاصك تجيبها وتجيبها لونتمون، تجيبها كتقيس في الماء. داكشي علاش انا في الاول هضرت على لي جيك هاد ولي شاكي هاد، راه مهمين ومهمين بزاف في السيرو ديالهم في قتال البرد. قول لينا زهير، احسن 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 بلاتي واحد لا كيستيون. قول لينا زهير، احسن قتال استعمال سبينر بيت، عاود لينا طريقه الصيد سوندر مع العلم انك فايت ومفرج عليه. احسن طريقه للصيد بالسوندر هي الارض بلا تتبلومبي، وهادو ما كاينش محسن منهم بالنسبه للسوندر، سيرتو لا كولور بيضاء وصفراء وخضراء هادو ليك، وسيرتو البيض. البيض راه كيموت عليه السوندر كما كان العبار ديالو. اشنو تقدر تقول على تدراج في الماء الناس اللي كيفوتوا الماء الركبه؟ خي حسن، راه ديجا هضرت عليها واحد شويه، انا هذيك كنعتبرها انا خطر اللي هو كبير، وكنعتبره خطر اللي هو جسيم واللي هو كبير بزاف لواحد الدرجه ما نقدرش نقول لكم شنو هو اللي كيخلعني انا بيرسونيلمون بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يعوم. انه كتجيني انايا واخا يقول لي راه كنشوف فاش فين كنحط رجليا، واخا راه دابا انت راه كتعرف فين كتحط رجلك، ولكن اوتوماتيكمون كتحرك راه كيولي قدام كامل وكحل، دونك ما كتقدرش كتكونش عارف فين كتحط رجليك. دونك انا هذا كنعتبره خطر، وخطر بزاف، وكنصحهم ما يصيدوش بوحدهم، وضروري ما يكون لابس انجيلي. واش ضروري في الماء كملنا الصياده اللعس بالليله؟ لا ماشي ضروري اخويا جواد، سيرتو الا كانت مقطعه وهكا تقدر ديها معاك تعاود عند خراس تعاود لها الخياطه. سيمو، امتى بديتي الصيادة في الماء الحلو؟ واش اكبر بلاك صي وشنو وشحال اكبر بلاك صيدتي في حياتك؟ سيمو خبير كيهضر، امتى بديتي الصيادة في الماء الحلو وشحال هو اكبر بلاك صيدتو في حياتي؟ خاي سيمو، نقدر نقول لك بديت الصيادة في 2009، راه قلتها في الاول. الى رجعتي اللايف من غادي تبارطاجا ترجع الاول ديال اللايف غادي تلقى بانه قلت لك في 2009 اكتشفت اول مره لودوس، حيتاش ما انا ساكن في اكادير، والاكادير زياده وخلق، دونك ما كنعرفش شنو هي شي حاجه سميتها لودوس، وما عمري كانت شي تاع انتريسي بلودوس. سي غراس خالد فرشاتي انا دابا كنصيد في لودوس. كيل انيماسيون تيوتيليز بور لو سوندر لو سوبل؟ عاوتاني عشان هذا الهدف اللي دونك احسن انيماسيون انيماسيون تي يوتيليز بور لو سوندر. شوف اخويا وديع، خويا وديع، احسن انيماسيون للسوندر هي فلر، حيتاش السوندر راه معكاز، الا ما دوزتيهاش ليه من حداه راه ما غاديش يضرب عليك، ضروري خاصك تجيب عليه حدا نيفو وتحركها ليه بشويه. انيماسيون سلو انيميشن
ديال الصندوق. دايور غادي يكون معنا خالد الفرشاتي ان شاء الله ديمونش بروشان، هو لي سبيسياليست ديال الصندوق بيسك كان الاستاذ ديالي في الاول فاش الله بديت، وباقي استاذ تبارك الله. هو اللي غيتكلم بزاف على الصندر وعلى لي تكنيك ديال الصندر وسيتو لور ديال الصندر اللي باش كيفاش باش تصيد الصندر. وبيان سيور كاينين عندنا اخوان اخرين بحال صلاح خو عماد تبارك الله عليه، راه سيتا شامبيون دي موند هذاك ما نهضروش عليه، كيصيد على صندر بروشي افيك دي لور ايكيبمون سوفيستيك هكذا، هو يقدر حتى هو نحاولوا نديروا معاه واحد شي حلقه ويشرح لنا، نجروه يدير معنا حلقه ويشرح لنا شنو هما لي تكنيك وكيفاش شنو خصنا وشنو هادي وشنو هادي. زير واش الا بدلت اللي ما كنتي اللي لا الله ما بيان سور. كما قال الاخ عماد راه الصندر كيبغيك تجيبها ليه في الارض، حيتاش الا تجيبها في الارض قال لك عماد الا ما غلتيش ليه راه ما غاتشدوش افيكتيفمون، راه خاصك ضروري تكرط بها الارض وتحس باللور ديالك كيضرب الحجر وكيضرب العواد وتوغل الاولاني وتعاود تركب الاخر وتقطع وتعاود تركب هكا باش تشد الصندر. اما باش تلوح وتجبد راه غتشد هذه بتيت بريز دي بتيت بياس اللي هما موجودين وما ماشي زعما شي روكور اللي غتقدر تستافد منه. شي تصويره ليا زوينه pour le cendre il faut gratter le fond bien sûr il faut gratter le fond le numéro ديال la tresse pour le bloc bas c'est cendre. خويا سمير انا بيرسونيلمون كنستعمل 10 وان شاء الله هاد لا سيزون هادي الجايه الا بقينا في الحياه ان شاء الله دازت هاد كورونا هادي بخير على خير وبقينا في الحياه ان شاء الله غنبدا نصيد بالثمانية بالويت في لا تريس. هذا هو لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله العام الجاي. بالنسبه للاخوان اللي الله بداو كما قلت اللي الله غيبداو يصيدوا البلاك دير ما ديرش 10 دير 15 ولا 14 راه كافيه بالنسبه للبلاك باس. ملي هبيل نخلي خويا يوسف قصابي. مرحبا اخا يوسف قصابي الله يعطيك الخير. اسكو لا بيش اون كومبيتيسيون في ايفالوي لو نوفي دو بيشور اي دي نو بوكو. En général, la plupart des pêcheurs, personne n'est reprise dans une session classique. Et les gens de compétition trouvent des difficultés à faire sortir de grosses prises et parfois se paniquent. Effectivement, Khoya Youssef, la question de la compétition, ça n'a rien à voir avec le jour où tu حيتاش كيكون لو ستريس كيكون لو شوا ديال السبوت اين هو كتقدر تجلس في السبوت ودوز فيه النهار كامل با كونتر في اون كومبيتيسيون ما يمكنش تدوز حيتاش ضروري كتقول راه داك السبوت راه كاين فيه واحد اخر يقدر يشد حوت راه داك السبوت راه سديت فيه ديك الخطره خاص يمشي نصيد فيه. دونك كتقول كيكون عندك داك ستريس وديك لا بانيك ديال هذا المصيد هاد لاريف ماشي هاد لاريف هاد الجهه ماشي هاد الجهه داكشي علاش كيطرى هاد القضيه هادي بالنسبه لي بيشر. والحمد لله راه النيفو الى ترو ايفولوي بارابور لو ديبي. كنهضر على لو كوتي ماتيريال كوتي ايكيبمون كوتي اما هادشي ما يمكنش ندخل نحكم لك عليه عبد اخويا يوسف حيتاش كل واحد ماشي انا اللي غادي نقرر شكون هو اللي زعما واش ديفلوبا ولا لا، ولكن هو بينه وبين راسو اللي غيعرف واش تزاد النيفو ديالو ولا بقى لو نيفو ديالو واقف في لا ميم بلاص. اش تقصد بالثمانية ولا العشرة؟ وي اخويا عماد كنقصد بالنيميرو ديال لاطريس، كنقصد لك النيميرو ديال لاطريس حيتاش دابا مثلا انت كتصيد بالربعطاش ولا بالثمنطاش ولا بالسبعطاش، انا اكتوالمون كنصيد بالعشرة زيرو ديس والعام الجاي باغي نصيد بالزيرو ويت هدف سامبلومون. واش باقي الصندر عندنا في البلاد وفين نقدر نمشي نصيد عليه؟ خي هشام القدوري وي افكتيفمون كاين باقي الصندر الحمد لله باقي غير هو خاصك كما قال صابو البارح على عبد اللطيف خاصك تحفر عليه خاصك تمشي للبلايص ديالو بيان سور بحال دابا في المسيره راه باقي فيها الصندر وكاين باقي فيها دي صندر اللي هما انورم وراه تما راه ما كيصيدوش عليهم هما كيتصيدوهم الصغير. دونك باقي عندك في المسيره باقي عند فواد المربيع باقي في الناحيه ديال
دير سيدي بنور من الفوق عطا الله الحمد لله البلايص فين تسيد الصندر. علاش في المغرب لي بيشور ما تيصيدوش بالكاستينغ؟ واخ شوف خويا خالد، بالنسبه للدراري اللي كيصيدوا بالكاستينغ، انا كاين لقيت مع الناس كيصيدوا بالكاستينغ، الدراري بداو كيصيدوا بالكاستينغ، كاين نبيل حبيبي، كاين بن شفي، كاين تبارك الله دراري اللي هما كتلونسي انت بالكاس بسبينين وكيلونسي هو بالكاستينغ، كيجيب نفس لا ديستونس بحالك بحالو، غير هما دابا غير كيسيون ديال الولف، والمشكل اللي كيكون مشكل ديال التخبال، هذا هو اللي كيجعل ملي كتبريكوليك الماكينه، ملي كتبريكوليك هذا هو المشكل. الناس كيهربوا كاملين، كيهربوا على 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 الكاستينغ، حيتاش فيها داك المشكل ديال لابيريك. ولكن الحمد لله مع لي نوفيل موليني ديال نوفيل جينيراسيون، لابيريك ما بقاتش، نقدر نقول لك 1% ولا 2% اللي بقات في اللي كيبيريكيو، لو غيست دابا لا ماشين بليتو الماكينه اوتوماتيكمون، الموليني اوتوماتيكمون كيحبس الراسو. خاي فيصل مرحبا، مرحبا خويا فيصل، الله يعطيك الخير. سد سيدي سعيد نواحي ميدلد فيه حتى هو الصندر، وها هو واحد السيد قال لك فوالا راه سيدي سعيد راه فيه الصندر، ام صاب يخليوه ولا يسمعوه دابا يسبقوا غادي ليه بالشبك، خليوه يعطيوه بالتيقار الى ما كان موليني مليح بلاش. و ايفيكتيفمون خاصك ضروري بالنسبه للكاستينغ خاصك ضروري تميتريزي، عندك جوج حوايج، يا اما تميتريزي لو لونس ديالك وتزير الفرانات وتبقى غادي وكتلق لهم شويه بشويه، ولا تابوندوني كاستينغ حيتاش تقدر تخرج لك خرجه فالسو، مثلا غتجي تصيد غتصيد غير بكسبه وحده، دونك ضروري خاصك غتلونسي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، غتوصل لواحد الوقت تقدر تبيروكي، لا بيروكيتي صافي مشات لك الخرجه. Votre point de vue, comment être efficace pendant une session de pêche en compétition? Chauf, Khoya Youssef, pour réussir une session de pêche durant une compétition, il faut que le monde soit brad. Ou il ne faut pas que le monde soit dérangé, parce que automatiquement, il faut que le monde soit dérangé. Il faut facilement que le monde soit démoralisé. Donc, il faut صبر. وما تحاولش تمشي للبلايص اللي فيهم الزحام اللي فيهم بنادم كتير، حاول تمشي للبلايص اللي خلاهم ابوندونو مع عباد الله. انا لا تكنيك اللي كندير بيرسونيلمون كنقول لك غادي نمشي نصيد في هذا المصيد، ونهار ديال الكومبيتيسيون كنمشي لمصيد اخر، هذه من جهه. من جهه اخرى هذا مثلا نعتبره مثلا هذا هو لو باغاج، هنا حتى في الطوموبيل مع الصباح كنمشي نصيد في الجهه اللي ضاربه فيها الشمس، البلاصه اللي ضاربه فيها الشمس هي اللي كنبدا فيها مع الصباح، والبلاصه اللي كيكون فيها الظل هي اللي كنتليها في العشيه، هي اللي كندوز لها العشيه. دونك البلاصه الاولى اللي كيسخن فيها الماء سيرتو اللي فيها الماء رقيق ولي اكسيسيبل لا بروفوندور. دابا غندخلوا لواحد شويه باش نهضروا حتى على الاخوان، نخليو من لي كيسيون شويه اللي هما مبدئيين، ونشرح يفهموا الناس واحد شويه كومون ساسباس بالنسبه للبلاك باس، سيرتو ملي كتكون دابا كيكون الحال سخون، كاين دي كونديسيون فين خاصك تمشي تصيد. البلاصه ملي كتطلع الشمس هي اول حاجه خاصك تبدا فيها مع الصباح. انا لو كاستينغ انا كيعجبني في البيج بيت، ولكن واش البيج بيت في البيج بيت بيت مزيان فلودوس؟ وي ايفيكتيفمون باش نكونو على لطيف، بيج بيت بيج باس هذه معروفة في هذه قاعدة في الفلودوس، ها هما وهادو خاصك لهم ضروري كسبة ديالهم تكون معاك، حيتاش ما تقدرش تلونسيهم بكسبة عادية. ها واحد، هذا ستين سوين بيت، ها الاخر، هادو اغلبية ديالهم 60 غرام 90 غرام 60 غرام 70 غرام العبار ديالهم الغراماج ديالهم. دونك كما قلت في الاغلبيه ديال الاوقات كنبدا في الجهه اللي كتكون مشمشه، اللي هي كتكون كنختار البلاصه اللي فيها الربيع وفيها الماء قليل وقريبه لا بروفوندور، الى اكسيسيبل دغيا الفوندو، علاش هذيك كيطلع عليها البلاك كياكل، كتوصل ل 10 النهار 11 النهار كطن كتسخن عليه الشمس. واخا دعاتي دونك 10 نهار 11 نهار اوتوماتيكمون كيسخن عليه الماء، البراك كيمشي يقلب على البلاصه البارده حيت راه داز مع الصباح
كلا وقصى مع راسه وشبع كيدور كيدور البلاصه ديالو. في العشيه في العشيه يلفو بيان شوازير لي سبوت ديالكم. انا كنأكد وكنعاود ناكد على واحد لا تيوري اللي هي لي مين ليك. لي مين ليك هما بحال قلتي البراج البراج سيلون سيلون ولا دونك هاد القضيه هذه الاغلبيه الدريه اللي كيشاركوا في المسابقات راه عارفينها. كيكون مثلا ان براج بحال هكا بحال هكا كيكون براج كتجي لهنا لهاد الراس هذا كتصيد فيه مثلا فوالا كتجي الراس ديال البراج كتصيد فيه بحال هنا كتجي لهاد الراس هذا ديال البراج. هو فين كتصيد؟ كتصيد فينا في العشيه. علاش اكسيسيبل لهاد لهاد لابارتي هذه اللي هي قليل فيها الماء وتا هادي الميلايك وكتقدر تصيد في كاع بزاف ديال الاتجاهات. كتقدر تصيد في بزاف ديال الاتجاهات في داك الراس كتصيد العليمان على اليسار فاس معاك في لابروفوندور في المقرب في الجنب. وديما الا كتوصل للبلاصه ديما ما تشحطش لابروفوندور ديريكت. الغلط كيديروا الاخوان والرياض كاملين اللي كيصيدوا بزاف في لي كومبيتيسيون كيمشي كيديروا ديما كيحاول يجيب لا بروفوندور بارفوا راه البلاك راه كاينها عليمن ديالك غعوج واحد 60 سنتيمتر واحد 60 دوغري تقريبا ولونسي هكا بالجنب وتم جايب راه سير كاين البلاك حداك. بعدا هو الاول مشط ديك البلاصه حداك هكا وتم غادي وتم غادي وانت طالع حتى توصل للوسط وعاوتاني وتم راجع بحال هكا بدا تمشط بحال هكا وراه ان شاء الله يجيب الخير. انت ظريف كتصيفط بنادم قبل منك المصير وراه شوف دابا ما تجمعش اسمع كنجمعش السي عماد ما كنجمعش. شوف خويا عبد الله دابا شوف دابا حنا غادي نمشيو للمصيد. المصيد كيقولوا فيه واحد 10 ديال الحوتات. الا مشينا حنا 4 ديال الناس ولا 5 ديال الناس في طوموبيل وحده وغنمشيو مجموعه ولا بجروب واحد غنمشيو للمصيد راه دوك 10 ديال الحوتات راه غنقسموهم بيناتنا. دونك ضروري خصنا نتفرقوا وكل واحد يمشي للمصيد ديالو حيت الاغلبيه فاش كيبدا الكونكور اغلبيه كلشي كيمشي كيجري للمصايد منهم انا نيت. علاش كنوصل للمصيد اول حاجه كديرها كتسمر في المصيد ديالك كتبدا تصيد عندك تكنيك دو بروسبكسيون كتبدا هو الاول بلي بليس كتقلب اوتوماتيكمون كيضرب عليك البلاك كتحط لي بليس وكتهز لو سوبل كتصيد به كتبدا تغراتي لو فون كتقلب على لي غروس بريز. ديك الساعه حتى وانا ما خدموش لي غروس بري ما خدمش داك لو سوبل كدوز كتستعمل دوطر تكنيك يا لي جيرك بيت يا لي جيرك بيت يا لي سويم بيت يا اي حاجه اخرى انت كتثق فيها. كتنشط ويا اخويا ابو حسين ضروري خاصك تنشاط. كما قلت لكم هاد التكنيك اللي قلت لكم ديال فين تصيد ديما اختار الريوصه ديال البراج راس البراج البلاصه اللي لا بوينت ديال البراج هي فين تمشي تصيد تبدا بها مع الصباح هي فين كتبدا. علاش كتكون اكسيسيبل للفندق وكتكون في الراس وعندك جوايه ملي كتصيد فيهم كتصيد يا علمني على اليسار يا هادو بارمي الحوايج اللي هما ضروري خاصك تعرفهم وهما ضروري خاصك تبدا بهم نهار الاول ولا الصباح كيف يلاه تمشي تصيد. نو ماشي بالضروره زكريا بوغولي علاش انت ظريف في اللايف وفي لي كومبيتيسيون كتولي مجرم خالد انت اخر واحد تقول هاد الهضره هادي. ضروري خاصك راه كتعرف دابا في لي كومبيتيسيون راه كما كنقول انا عندي اهم حاجه عندي هي نوصل انا الاول للمصيد. الا ما وصلتش انا الاول للمصيد راه ما كنرتاحش. نقدر نمشي للمصيد ديالي نلقى فيه واحد اخر نبدل نمشي لبلاصه اخرى واخا ما عمري صيدت فيها وندخل نصيد فيها حتى تخوى هذيك ونعاود نرجع لها. السلام علاش ما عندناش سيلير وماروك لي اسوسياسيون جامي فكرو يديروا لي اون انتروداكسيون دو بيش ولا زيد نو ماشي ضروري يمشي البلاك لي لور سوبل ما احسن دير ليهم بلون ولا لا
سينكوفاتيكا داكور. عندنا دو كيسيون. لا كيسيون الاولى ديال يوسف القنيطري، علاش ما عندناش حنا لو سيلير في المغرب؟ المشكل ديال لو سيلير انه كتجيبو كتانتيخود به مثلا في باراج، نعتبروا انه باراج عندنا في المغرب اكس ولا ايغريك، عندنا فيه البلاك، عندنا فيه البروشي، عندنا فيه لابيرش، عندنا فيه لاكارب هادي، ولكن فاش كتجيب داك لو سيلور كتجيبو كتلقو في الباراج عندك، راه كيصوت في كلشي، كياكل كلشي، كيولي هو اللي كاين بوحدو. راه داير في فرنسا، فرنسا راهو حليل معاه، عندهم مشكل مع لو سيلور دابا، كيصوت لهم في كلشي، لدرجة انه كياكل الحمام، كياكل، كاينين دي فيديو انه كيخرج على برا، في لو بوغ ديال الماء كيخرج بحال الشكل ديال لابالين، كياكل الحمام اللي كيكون كيشرب، ولا كياكل دوطر سبيس، ما عندوش هو مشكل، هو كيسالي مع كلشي. دونك كتجيبو البراج غيقتل لك كاع، غياكل لك كاع السبيس اللي كاينين، وغيبقى هو بوحدو. دونك من الاحسن ديرو عند، جيبو ديرو عندك في شي كواريوم ولا في شي قلده في الدار، احسن لك ما ديرو تلوحو في براج وغتقتل به السبيس ليكو سيستيم كامل اللي مدير في داك البراج. زيد السوب المحسن عماد، انا جو بريفير انني ندير ليه قميمه صراحه، ندير ليه قميمه صغيره. وإلا كنت غادي نصيد، بدروب شوت، كندير قميمه رقيقه خفيفه بزاف، ما كنديرش قميمه ثقيله ضروري. انا عندي قميمه حيتاش كنبغي نوصل لا ديستونس اللي هما بعاد باش نبروسبيكتي بزاف ديال 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 الميتراج. داكشي علاش الفكره ديالي انا كندير ليه قميمه، وسورتو كنصيد باغ اكزومبل، كتصيد بهذا ما يمكنش تصيد به من غير ما دير ليه قميمه، ضروري خاصك دير ليه قميمه باش تصيد به. ما تيبغيش الشمس صباح بكري ولا العشيه بكري؟ فين الله يحفظك زين اخي السوندر، عمرو ما قاس عليا نهار، ما عمرو ما في هنا كيسيون ديال الاخ التي سمحوا لي، ما عمرو ما قاس عليا بالنهار، الا كاينه شي طريقه فيدنا خويا. الطريقه ديال السوندر كما قلت لكم، لهاد لي فيرغول هادو كبار، ولا لي سوين بيت بحال هكذا، ولا بحال هاد الشكل هذا، ولكن في لي كولور اللي هما يكونوا بيضين، يا اما البيض بيض، ولا استعمل البيض، البيض راه الي تري ايفيكاس. راه خالد كما قلت لكم، خالد راه يقدر يدخل معك دابا اون كونتاكت، خالد يهضر لك على الصوندر، راه هو يفيدك احسن مني انا في الصوندر، بيسك هو بارمي الناس الاولين اللي يصيدوا على الصوندر هنا في المغرب، سيرتو في لا ريجيون ديال مراكش، راه كان عندهم دي صوندر اللي هما انورم ديال 7 8 9 كيلو مشدودين عندهم تمايا في مراكش. دونك هو غادي يفيدك واحد احسن مني انا، سيرتو في اللور اللي غتستعمل بالضبط. اخي انا عمرو ما قاس عليا عماد نويس يسك سكو لا ديفيرونس اونتر لي كومبيتيتور دون اون كومبيتيسيون سا سفي با لي بريز دو مات اي بار لي بريز دابري ميدي او بار سو دو ديرنيير اور لا سيسيون. شوف يوسف انت راه دابا هاد راه على حساب انت دابا راه عارف القضيه وعارف كيفاش دايره، ولكن ميرسي بور لا كيسيون، كيستافدوا معنا الاخوان كاملين. البلاك باس، انا كان الصباح في البلايص اللي فيهم المقليل، الصباح في البلايص اللي فيهم المقليل، في 12 خاصك تمشي تشد البلايص اللي فيهم فوندو، البلايص اللي فيها فوندو فيها الربيع غتلقى فيها البلاك في وسط النهار، هادي بالتغماض العينين سني لك عليها. في العشيه كيخرج عاوتاني، قبل في العشيه كيخرج فاش كتبرد الشمس شويه مورا العصر كيخرج البلاك، الميم سيستيم اللي كان فيه في الصباح كيخرج فيه العشيه عاوتاني، نفس البلايص كيعاود يخرج فيهم، غير ما خاصش يكون عليه الضرب كثير، وما يكونش ديك البلاصه ترونات، حيت الا ترونات ديك البلاصه وتبيكا الحوت اللي فيها راه غادي يولي ما فيهم بزاف. واش كاين صندر في سيدي بنور؟ وي لا كيسيون ديال خويا طارق، وي كاين صندر في سيدي بنور في داك الشارع، شوف ديك الساقيه اللي حدا تما حدا سيدي بنور من الفوق. زهير غيطا تضحك معاك صراحة، انت باللغة انا بلي بزاف دبيشور كونتوا نيفو غادي وتتزاد. قول الدراري لامبوغتونس ديال الاتحاد والبحث،
دول بحث. اوكي شنو هما لي كولور اللي كتستعمل الا كان الماء احمر؟ الاغلبيه ديال الوقت ملي كيكون الماء احمر كنستعمل عندك داك هاد الكولور هادو الزرقين هادو ولا النوار. ولا النوار هادو لي كولور ولا الغوج حتى هو الغوج كيخدم مزيان في ملي كيكون الماء صامغ واحد شويه. هادي بالتجربه ديالي انا عندنا في لا ريجيون ديال مهيوله في لا ريجيون ديال جديده عندنا الواد ودايوغ داك شفرتي المهدي شكون هذا لا ديالي هذا دا فيصل لا دونك فداير عندنا في لا ريجيون ديال مهيوله كيكون بزاف بعض المرات الواد دايز وكتمشي كتمشي تصيد كتلقى احمر كتلقى الماء مخروط بزاف دونك ضروري كدير واحد شويه ديال الكولور اللي هما يكونوا يا اما حمرين يا صفر يا اما الزرق ولا الكحل. هادو دي كولور انا بيرسونيلمون كنتفرج بهم هنا في الواد في لا ريجيون ديال جديده مزيان من المزيان في الوقيته ملي كيكون سيرتو في الوقيته ملي كيكون الماء الحمله ملي كيكون الواد داخل. الدراري سيدو اللايف راه حتى يكحل ها انا صيفطت لك ابو عماد جبنا اخ عماد كتكحب في كورونا مسخوط وهي هذاك الشيء اللي بان لي تنانيت لو بلون اي باس بارتو. وي افكتيفمون خويا فيصل راه عزيز عليه داير الابيض عزيز عليه لا كولور بيضا يصيد فيها. مشينا الله يسخر او شدي راه ضروري. دونك الاخوان كما قلت لكم البلايص فين هادو هما الطرق باش كنصيد انايا في لا بليبار ديال لي كومبيتيسيون. عندي بلايص ديالي اللي هما بيرسونيل اللي كنصيد فيهم كنمشي قبل هادي ضروري خاص الاخوان يبداو يديروها ضروري ونخليونا من ديك القضيه راه غادي الكومبيتيسيون غادي غنضحك راه غادي الكومبيتيسيون اوكي غادي تضحك ولكن اون ميم طون خاص تكون واحد شويه ديال لا كونكورونس باش كيطلع النيفو. الا ما كانتش لا كونكورونس ما كيطلعش النيفو الناس ما كتستافدش. نقدر مثلا انا كنمشي كومبيتيسيون ولكن قبل من الكومبيتيسيون راه كتلقاني مشيت واحد 3 ايام قبل من الكومبيتيسيون ولا 4 ايام ولا ديمونش افون كنكون مشيت صيدت في داك البراج ودرت على لي بوينتيت البلايص ديالي سورتو دابا الحمد لله فيك لي زابليكاسيون ادخلها لاي واحد راه فينا عنده تليفون في جوجل ماب اي واحد فينا صيد هاد البلاصه هادي صيد في هاد البلاصه هادي يدخل يسوف انه يدخل على جوجل ماب وي بوينتي داك لو بوين ويسجلو عنده ويمشي يصيد عاوتاني في بلاصه اخرى يلقى يهضر فيها الحوت وي بوينتيها ويسجلها عنده. ان شاء في الكونكور ما كيبقاش حاصل ما كيبقاش عارف فين غادي كيقول فين غنمشي نصيد غادي نمشي نصيد الا كاع انسى يشوف في انه كيهز لو بوين ديال غيز هاد التليفون كيدخل جوجل ماب كيلقى لو بوين ديالو فين صيد راه صيدت هنا نمشي نجرب هنا نمشي نجرب هنا راه افيكاس هاد الطريقه هادي بزاف ديال الاخوان كيديروها. ما كرهناش شي نهار تدير لينا شي ستاج براتيك جديده. مرحبا خويا يونس مداح راه عدي راه صافي لونط حنا كنفكروا في هاد ليدي هادي وكنفكروا كنفكروا نديروا بزاف ديال لي زاكسيون بالنسبه للدراري اللي يلاه مبتدئين يلاه بادين ان شاء الله تفوت هاد المرحله هادي وضروري ان شاء الله ما غادي نديروا لايف فنوعدكم في لا بروميير سيمين ولا دوزيام سيمين كيف يفوت هاد الخير هذا نديرو ان ستاج براتيك مع الاخوان كاملين يا هنا في البحر ولا يا ندوزو نمشيو للمهيوله نترينيو كاملين ونشرحو للاخوان ونتعلمو من الاخوان سيرتو الاخوان اللي كيسافدو توما في البحر توما منهم كاين نتعلمو منهم. لا ديغنييغ شوز اللي خديت انا من الدراري ديال البحر هما لي بيرل اللي كيضويو ضروري هاد لي بيرل هادو سيرتو بالنسبه للكنصايد كنستعملهم انايا بالنسبه لي وورم كنستعملهم بالنسبه لي وورم كنانسيريهم وكندير ان ستوبر قبل منهم فوالا وافيك ملي كيكون سيرتو البلايص اللي كيكون فيهم شويه الماء مظلم سيرتو اللي كنصيد في لا بروفوندور واحد شويه كتجيب ان لامب يو في قبل ما تلونسي يسوف انا لامب يو في كضرب عليها وهي كتولي شاعله وكتلونسيها كتولي صفراء في الماء كتخدم بها حتى هي. هادي التكنيك اللي تعلمتها من عند الدراري ديال سيرف كاستينغ تزاد حتى هي هادي كنصيد بها انايا حتى هي كنعاون بها. علاش؟ باش كتاثيري الحوت بديك لا كولور اللي كتكون في ديك لا بير اللي مضويه.
نبيل حبيبي طاف هشيمانو خاينا نبيل مرحبا مرحبا خويا نبيل غبرتي علينا شحال هادي عماد والله ما قبط عليك حتى السلام متى يقولها لك ليلى داز من حداك شكون هذا خويا عماد في شكون هذا مرحبا بخي يوسف السملاني مرحبا سيدنا واقفين جالسين وناعسين والصراحه واحد السيده واحد لابارتي دو باس سيدنا انا يوسف عماد خبير الدراري كاملين واحد خمسه ديال الدراري تقريبا وزكريا عبد الرحمن زكري بلوتو واحد النهار درنا كاع لي تكنيك كاع لي ميثود واحد السيد كان جالس حدانا من الرباط مولاي اسماعيل جو كخوا اللي عنده اللي عنده المحل ديال بروشوف كا في الرباط لاح واحد الورم لا واحد الورم وكلاس متكي شاد الصبا بحال هكا متكي ناعس كيدير ليها مره بحال هكا هو يوغل قال لي انا هادشي مغل هادي مغل تاك لي نوض اصاحبي راه حوت هذا قال لي مغل بدا كيجبد بلا في 57 وحنا كنتفرجوا فيه النهار وما طالو حنا كندورو ما شدينا حوته وحده وهو ناعس عم تكيها مشحطها وغالس ناعس فوق من القصبه وكيحرك فيها وضرب عليه بلاك خاي زهير ما تنساش ديديكاس للجروب واي عم خاي مهدي هذيك ما تنساهاش هذيك ضروريه هذيك داير الاخوان المشرفين على الجروب ديال فيشين انترناشونال فيشين موروكو ولا موروكو انترناشونال فيشين صراحه البرومي جور فاش هضرت مع مهدي قلت له دي فوالا بوكو با ما ديرش لو دوس ما ترددش صراحه ما ترددش ومشانيش قال لي ايفيكتيفمون خرجت لي من بالي كانت عندنا الفكره ولكن كنا كنشوفوا كيفاش غادي نديبلويوها شمن نهار غنديروها شكرا مهدي بزاف شكرا عادل نور الدين الاخوان كاملين الطاقم كامل ديال فيشين موروكو انترناسيونال على المجهودات اللي كيديروا فريمون كيديروا واحد المجهود كبير داير اخ عادل ميرسي بزاف على لا فيديو اللي درتي سيتي زعما مانيفيك كنشكروك بزاف وكنتمناو هاد البادرة هادي تعم وتكمل بالخير وعلى خير والإخوان كاملين دازو نستافدو منهم سيرتو لي لايف اللي دازو مؤخرا ولا اللي بداو كيدازو مؤخرا كنستافدو منهم وكيستافدو منهم الإخوان كاملين وجابو لينا رياض شحال هادي ما شفناهم داير عبد اللطيف صابون و هدي العمراني ومازال العاطي يعطيو مازال أخ ياسير غدا إن شاء الله مرحبا بالإخوان كاملين شد بيه كما شد بيه فاز وهو جالس في كرسي وإفكتيفمون واحد سيتا هو كمال كان جالس على كرسي وشاد ما مسواقش غير جالس عيا صافي عيا دوزنا كامل هو كيصيد وشد بلاك باص دونك هادو بارمي الطرائف اللي كيطراو في البلاك باص من بين الحوايج اللي مهمه ومهمه بزاف خاص الاخوان يتعلموها ويعرفوها هي انه الصبر ورسيرتو ما يفرطوش في الصياده بلي لوسوبل راه عندها نتائج كارثيه راه كتفرج بواحد الطريقه ما كتصورهاش النهار كيضرب عليك راه الناس ما مفرجينش وانت تقدر تبدا تسلخ في الحوت حتى لواحد العام دونك اول حاجه كما قلت كتوصل للمصيد هذه لا تكنيك ديالي انا بيرسونيل اول حاجه كتوصل للمصيد جوج كسبات كيكون عندك جوج كسبات وحده سبيسيال دير فيها سبيسيال لور دور وحده سبيسيال لور سوبل هذيك اللي فيها لور دور كتحاول دير فيها موليني اللي هو الراسيو ديالو طالع الراسيو سافو دير الدوره ديال الماكينه كتكون كتجمع الخيط شويه زايد علاش باش بلا ما تكسيري يسوفي انك غير كتدور العادي والموليني عندك كيدور وكيجبد وكيجمع بمتراج زايد وبالنسبه للقصبه اللي فيها اللي لور سوبل باش كتصيد في اللور سوبل قلب على اقل راسيو اللي تقدر تلقى راه هو اللي غيخدم لك الرسوبل راه حيتاش في ديك الضربه فاش كتضرب راه الا جمعتي الخيط شويه ديما ضرب ضربات خفاف وصغار وماشي بريسك ما تضرب ضربات بريسك حتى تيكون البلاك انيمي مزيان محرك دونك الماء سخون جولي كونديسيون فافورابل وانت مفرج ولكن ملي كيكون الحوت غابر ما ضربش عليك مزيان ضروري خاصك تجمع وتجمع بشويه
البلاك باس غيدير البلاك باس غيدير الفار ومتى كيولي سولو البلاك باس كيدير الفرق ومتى كيولي سولو. شوف اخويا حسن البلاك باس كيمشي اون جروب كتوصل عليه واحد الوقيته امتى كيولي سولو ولا اون كوبل في الوقيته ديال لا ريبروديكسيون ديالهم اللي كيوصلوا لوقت التزاوج كيتسيبارا كيوليو زوج جوج جوج جوج. ولكن في ملي كيفوت هاد الوقيته هادي باردون ملي كيفوت هاد الوقيته هادي ديال التزاوج وكيفرخ كيكبروا لي زالفان وكيخافي كيكيتيهم كيبعد عليهم في هذيك الحاله راه كيوليو اون غروب كيتغروباو كيوليو دي بون اللي هما كيكون كتلقى فيهم البلاك مجموع. انا شوي كونتر ديك القضيه اللي انه البلاك كيكون سولو. الحاله الوحيده فاش كيكون سولو هي ملي كيكونوا في الوقيته ديال الريبروديكسيون ديالو الوقيته ديال التزاوج ديالو ملي كيكون بيض في ديك الوقيته كيكون بوحدو كتكون حدا على فمال ولا من بعد فاش كتبيض تمشي فحالها. دونك البلاك بالتجربه ديالي بيرسونيل وراه خالد راه حاضر وراه حاضر معايا احسان والعمراني ويوسف العمراني كان حاضر معنا حتى هو حدانا في النهار ديال واحد الكونكور شدينا 15 شديت انا بيرسونيلمون شديت 15 بواسون هادو اللي مقيدهم انايا اصغر حوته في عبار ديالها 47 سنتيمتر اصغر حوته عندي فيها 47 15 بواسون لدرجه اننا ولينا كنشدو الحوت ديال 40 سنتيم كنشدوه كنطلق ليه بحال كنطلق شي وحده ديال 25. دونك كما قلت لك اخويا حسن البلاك كيوصل لواحد الوقيته ديالو كيترو جروبا وكيمشي في ديبون كيمشي في جروبات كبار من بعد فاش كيتفرق في الوقيته ديال لوبروديكسيون وفاش كيمشي يصيد مجموعين ما كيصيدش بوحدو. فيصل اول طنوبيله كتوصل للبراج في لا كومبيتيسيون ديال من ديال عماد امتى البلاك باس كيصير البلاك باس كيدير الفرق. دونك صافي جاوبت هادي ماشي فاتيكا زهير فاتيكا وي فاتيكا تبارك الله سيدي اشكرك فاتيكا سي تالور تيوب اللي معروف ومعروف عند الاخوان. لافونتاج ديالو الاول افونتاج اللي كاين في فاتيكا هي انها كتخرج في هذا لور هذا كيفاش مصاوب انه ايروديناميك ما كيشدش فيه الريح كيخرج بحال قرطاسه ويخرج مزيان وثقيل. هذا تقدر مونطي بجوج جوايه عنده مونتاج ديالو تقدر مونطي على جوج طرق التي سمحوا ليا. دونك المونتاج ديال هذا عنده مونتاج يا اما كتضربو من هنا كتدخل ليه السناره بحال ها عاديه بحال كتمونطي لو سوبل وكتخلي هاد الشعبيطات هما التحتانيين وكتدخلهم ليه بحال هكا باش كيجي بهاد الطريقه هادي ولا كدير العكس كتدخل السناره من الشعبيطات من هاد الريش هذا اللي خارج بحال هكذا وكيولي بحال هاد الطريقه بحال هكا. دونك كاين عنده جوج طرق ديالو ديال كيفاش دير ليها مونتاج عندك يا اما كتمونطيه بهاد الطريقه ولا بطريقه اخرى كاين اللي كيزيد ليه واحد شويه ديال القميمه لاصقه معاه باش كيزيد يخرج لا ديستونس كثر ولكن انا كنستعملو بلا قميم غير هو راه سيفيسون اوتوماتيكمون كيطيح في الماء راه كيهود لانيماسيون ديالو ديما الفوق باش كتخليه يدير خدمتو ما عمرك تانيميه لتحت سافوريان ديال انك تانيميه لتحت راه كتخليه غير في الارض كتجرو في الارض كما كتلحو كتجيب ان وورم في الارض راه كذلك وميتال كتجر هذا. دونك ملي كتصيد بفاتيكا ضروري خاصك تهز للفوق باش انت ملي كتهز للفوق هاد ملي كيكون هو هاد الشعيرات هادو كيكونوا هابطين كيهبطوا كيتحركوا ولا الكونترير الا قلبتي ليه السناره ديالو درتيها بحال هكا ملي كتلونسيه كيطيح في الماء كيتم هاب هكا اوتوماتيكوم كتهزو كيجي بحال كي تقريبا الا شفتو العومه ديالو غيبان لك بحال الروطال ملي كيعوم الروطال نفس الطريقه ملي كتضرب ليه شي جوج ضربات كيولي يدير ديك ها بحال الشكل ديال الروطال
دونك ماشي زهير الصراحة بغيت هنا والو غديرة فريمون ربي يحفظك ودق عليك يعطيك خير. بوغ موا لا ميور لور سون لي شاد عبد خويا فيصل. فيصل ايفيكتيفمون لي شاد لي شاد تا هما راه كيصيدو مزيان ولكن انا كان الصراحه ما كنديرش فيهم الثقه ما تيقش فيهم بزاف بحال لي وورم سورتو لي وورم لي كرياتور تا هما يا فوالا هادو تا هما كتقدر تصيد بهم يا اما في الارض يا اما كدير لهم واحد جيك هاد كتركب لهم جيك هاد فوالا كيوليو دي تريلر في جيك هاد فوالا نورمالمون كيجيو بحال هكذا فاش كي سيرتو لي جيك هاد لي ولا لي شاكي هاد لي شاكي هاد كتصيد بهم بهاد الطريقه هادي فاش كيطيحط كيتحط في الارض كيوقف نيشان كيبقى واقف وهذا مهزوز للفوق بحال هكا هادو ديما لانيماسيون ديالهم واحد شويه للفوق ضرب دي تويتش للفوق وعاود طلق ليه وخليهم يرتاحوا حيت هي كيجي ليها البلاك كيوقف حداها كيبقى يشوف فيها يفوير من بعد اوتوماتيكمون كتعاود تحرك عليه كيضربها ما خاصكش تبقى تجرها ليه مع الارض ضرب ووقف ضروري من لي ستوب ضروري خاصك تبدا دير لي ستوب دي فوا كتعرف انو البلاك باس كاين وما واكلش اشنو هي لا تكنيك بور كي لاطاك حسن لا تكنيك بور كي لاطاك في الوقيته اللي ما كيكونش ضارب عليك نهائيا ما باغيش يضرب عليك نهائيا حاول وانت عارف حيتاش كيكون بعض المرات كيكون قاس عليك ضروري خاصك تجيبها ليه في الارض داكش ضروري كما قلت لك في هذه الوقيته هذه بالضبط ملي كيطرى هذه القضيه هذه ضروري خاصك تستعمل لي شاكي هاد ولا تيت بلومبي هادو ايفيكاس فهاد الوقيته هادي ملي كيكونش ضارب عليك البلاك كيكون عكزان هو راه ماشي كيكون ما ضاربش ولكن كيكون عكزان ما فيهش ما بارد عليه ما كيتحركش بزاف دونك ضروري انك تلوح وتم جايبها ليه مع الارض بشويه باش كنقول بشويه صافي دير انه لوحها ونساها وحركها مرة بشوية باش يلاه تزعموا انه تدوز من حدا وتزعموا انه يمشي ليها سي زوير اشنو بالنسبة للاموش لاموش اخويا عمر ان تكنيك اللي كتعجبني صراحة و لا بيش على ترويت بارمي لي ميور بيش ولا لي تكنيك اللي درتهم داير ان شاء الله باغي نمشي نصيد على البوري بلا موش وان شاء الله راه غتكون معنا غتكون معايا ان شاء الله غصعيد يفوت هاد المرض هذا اللي كاين وهذا اللي يدوز كلشي بخير على خير وينجي الاخوان كاملين من هاد المرض يا ربي ونتمناو اننا نتلاقاو في محفل وفي عرس رياضي الصيد ان شاء الله اخر هاي روكي التحق بنا الان واحد الاخ من الديار الهولنديه هاي روكي هاو ار يو جود اي هوب ذات يو ويل بي اوكي وذ ذس كورونا فيروس الله يحفظ يا عزام يحفظ الجميع يا ربي من اخويا مرنيس الله يعطيك الخير Faut surtout aimer, si l'activité est moins, il faut surtout aimer animer avec une très faible vitesse. Oui, effectivement, Khoya Faisal, une très très faible vitesse, parce que d'abord, tu es à l'arbre, parce que le bloc, il y a un peu de temps, parfois, Allah, il y a un peu de temps, ومع ذلك كيشوف فيها وكيوقف Hi Rocky, we are doing this live. We are talking about fishing and experience. I'm explaining to the guys how to fish black bass, the techniques and everything about it. You know already that with this coronavirus, we cannot go out, we cannot go fishing. So our only moment to talk with us, to talk with friends
it's via WhatsApp, via Facebook, and via this lives. That's what, that's the meaning of this life. Twister, effectivement, Twister زوينة بزاف. صيدنا بها في الاول صراحه, صيدت بها في الاول. عندك هي وديك لاكويير تورنونت, لاكويير تورنونت هذيك, هادو هما اللي كانوا ديك الساعات كيتباعوا, هما باش كنا كنصيدوا. دونك ندوزو للتكنيك ونزيدو ماتيريال واحد شويه. بالنسبه لديك الساعات واحد لاكيستيون, شنو هما لي لور اللي خاصك تصيد بهم؟ Please stay safe, my friend. Thank you, Rocky. I will. I will. You also stay safe and say hello to all the family. So, دابا نتكلموا على شوية ديال لي لوردور. لي لوردور كاينين بزاف الإخوان اللي كيصيدوا بحال دابا كنعرف أنا واحد السيد كيصيد غير بلي بوبر, ما كيصيدش من غير بلي بوبر. واحد السيد آخر عاوتاني كيصيد غير بلي لورسوبل. واحد آخر كيصيد غير بلي جيرك. دونك كل واحد وشنو اللي كيعجبو وشنو اللي كيصيد. لي بروي اي تان هانديكاب بور لا بيش او بلاك بوندون لي كومبيتيسيون. وي افيكتيفمون, افيكتيفمون خويا سمير الصداع حتى هو خاطر بالناس. بالنسبه سولني ديك الساعات يوسف علاش البلاك ما كيضربش كومبيتيسيون كذا وكذا, باغمي الحوايج اللي كتجري على البلاك باس هو الصداع والهضره كثيره في البراج. دايور خاص واحد ملي يمشي يصيد البلاك يقطع الصمت, الا بغيتي تهضر مع الواحد هضر بشويه. دايور غنبارطاجي واحد الفيديو ان شاء الله اليوم ولا غدا الصباح, بحال ولا غنبارطاجي اليوم بالليل على حساب لا كونيكسيون. غتشوفوني كنهضر بشويه مع فاش كنتكلم, كنتكلم بشويه. علاش؟ حيتاش كل ما تكلمتي بزاف راه البلاك كيحس الماء كي ترانسميت دوك لي فيبراسيون ديال الهضره. دونك البلاك باس ما تقولش اي حاجه تحت الماء, راه كتحس بالخطوات ديال رجليك ملي كتمشى في الماء. الناس اللي كيتمشاو في البراج كتلقى بعض المرات كتكون كتصيد وكتلقى شي واحد داز من حداك تباخر باخ تباخ ولا حجره ولا عاود ضارب عاود وغادي كيتمشى. هذاك راه كيخرج لك على المصيد, راه ما فيها باس. خاصك تقول ليه خويا شويه راه مصيد, خاصو باش يفهم. علاش الاخوان اللي كيصيدوا ضروري خاصك الكالم في البراج والكالم في المصيد, سيرتو الا كنتي سامر ضروري خاصك تسمر. هو مول بوبر بان, هو هذا انت هو مول بوبر. دونك انا كنفضل لي بارمي لي لور اللي عندي في البواط ديالي. عندي لي لي بلاس كنستعملهم, عندي نقدر نجيب لكم البواط لور. ها هي دابا غتشوفوا لي لي بلاس, لي بلاس, لي بلاس, لي بلاس, لي بلاس, لي بلاس, لي بلاس. عندي كنصيد بزاف 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 لي بلاس. عندي تقدر تلقى عندي دو لا تخوا ديال جوج تخوا ديال لي كرانك بيت ديال لي كرانك ديب اللي كيهبطوا. هادو كيهبطوا حتى 7 متر. هادو كنصيد فيهم, كنصيد بهم في البلايص اللي فيهم لا بروفوندور 5 متر حتى 7 متر. عندك لي ستيك بيت ديال البوب ديال فوق الماء ديال ستيك بيت. وعندك هذا حتى هو عندي راه ديال واحد السيد راه غيتفكروا دابا نيت. وكاين لي بوبر عندي, كندي معايا اون بواط اخرى فيها لي بوبر كاع الانواع والاشكال ديال لي بوبر. واحد الستيك بيت فوالا, هذا ديال سياسبين بروكيو. ها واحد البوبر اخر بارمي لي بوبر المخيرين اللي كاينين دابا اكطويلمون هو هذا. ها واحد اخر فيه لجيرك بيت, بيان سور ضروري من عند جيرك بيت. راه كيما كتشوفوا غير الفلاش اللي كيضرب فيه دابا راه بحال هكا كيبان حتى هو تحت الماء كيفلاشي. لوسكو لو ترو فخوا الاكتيفيتي اي ترو اي تري فابل كيل لا تكنيك فو يوتيليزي سوفون le type de leurre et le type d'hameçon que vous utilisez. D'accord. Marhaba. Oui, effectivement, whopper blopper. Voilà, fina. Oui, effectivement, avec le whopper blopper, on a un leurre.
زيد على ديبوبر اللي الصراحه كنهبطهم الماء غير كيعوموا كيعاودوا يرجعوا ما كنستعملوهوش بزاف. لا هو راه باقي بالخيط ديالو مازال ما حيدتو ليه. فوالا ان اوتر بوبر على انوتر. وراه السوق ديال لاغرام اللي عندي ستان بوبر اللي هو هاند ميد. هذا البوبر هذا مصايب بليد ما كنهبطوش الماء، هذا كيمشي غير كيتسرى وكيجي. هذا راه مصايب بليد، هذا راه ديال العود، ديال العود مصايب باليد. اخي تكلمنا مع لي زاتراكتون الله يهنوا ليهم. اوكي لي زاتراكتون ما نكذبش عليك اخويا، الكراب بدر الدين، خويا بدر الدين لي زاتراكتون ما كنخدمش بهم بزاف. لو سول اتراكتون اللي كنخدم به هو واحد واحد بحال بوماد كيدار لي لو سوبل، ما عنديش هنا ولكن نقدر نعطيك التصويره ديالو، ندبر لك التصويره ديالو نصيفطها لك تشوفها. ما عنديش انا، خليته في الطوموبيل. هذا الطريقتون هذا كنستعملو انا سبيسيالمون غير لو سوبل لي وورم هو اللي كيخدم. لي زاتراكتون بالنسبه لي لور دور ما كنديرهمش، حيت كاين اللي كيداروا لي لور دور وكاينين ديال لو سوبل. بيرسونيلمون كندير غير واحد لو تيب، واحد لا مارك بوحدها هي اللي كنستعمل انا بالنسبه لي زاتراكتون، حيتاش لقيتهم فعالين وفعالين مزيان نيت. بوبر بن حمادي سون لي ميور. وي ايفيكتيفمون بن حمادي مزيان. وكاين واحد اخر اخويا فيصل هو بومسيس محمد، الصراحه ما شفتش انا شي واحد كيانيمي لي بوبر بحالو، حيتاش كيصيد غير بهم. ما كاينش شي واحد، فاش كنقول ما كاينش شي واحد الله اعلم، حيتاش اللي شفت انا كيسمع البوبر على حقو طاحو كينغم وكيخليه يغني. ايوب مرحبا خويا ايوب. سي زهير بغيناك دوي لينا على لي بروجي ديفير كو سا سوا ديال مازاغان اسوسياسيون اي كولونيون. داكور سيدي ايوب، بغيتي تسمع على تعرف ديفيرونت ايدي على شنو مازاغان بلاك باس لاسوسياسيون ديالنا اللي كاينه في جديده، و لونيون اشنو كيفكر. خويا ايوب دابا كان عندنا دي بروجي اللي كنا بغينا نخدموهم مع المياه والغابات كوطون كاسوسياسيون، اللي كنا بغينا نخدموهم مع المياه والغابات ولينيو ماروكان بلاك باس، مي مالوغوزمون راه كيما كتشوف راه كلشي واقف، ما عندك فين تخرج، ما عندك مع من تهضر، ما عندك مع حتى داكشي اللي كنا بغيناه نوصلوا ليه راه دابا راه بالنسبه ليا انا فات الوقت. اون بو با نبداو في داك لو بروجي، دونك اوني دون لوبليغاسيون باش نتسناو حتى تفوت هاد لا بيريود هادي ونجلسو بيناتنا ونشوفو شنو كاين. وديك الساعات غنشوفو شنو غادي تقول ليه الامور بالنسبه لنو فيتور بروجي بالنسبه لمازاغان. داير بالنسبه لونيون دو بلاك باس راه اوسي راه مسيو بريزيدون ديالنا ديال لونيون ماروكان دو بلاك باس راه خدام وعلى دي بروجي ان شاء الله ديال لاني بروشين. داير ما نقدرش نقول لك شنو هو اللي غنخليه حتى من بعد، هو اللي غادي يدوز هاد الحاله هذه اللي حنا فيها ونجتمعوا ونشوفوا شنو هو ونقرروا ديك الساعات على حساب لي بروجي ديال هاد العام هذا اللي هو حاليا دابا راه مازال ما بداش. ديجا كاين الكومونيكي ديال الداخليه، اي مسابقات كاع لي زاكتيفيتي ديال لي زاسوسياسيون ديال الجمعيات ديال الفيدراسيون ديال كلشي ليونار، دونك ما نقدروش دابا نهضروا على شي حاجه اللي هي ما كايناش. قول لنا اخويا شحال الغراماج اللي تدير في المونتاج ديال لي وور؟ ميرسي. الماكسيموم اللي كندير هو 3 غرام جوسكا 7 غرام ماكسيموم، ما كنفوتهاش. علاش؟ حيتاش البلاصه فين كنصيدو فيها الربيع لتحت، اوتوماتيكمون كطلع الغراماج لور ولا لو بلون ديالك اللي كتستعمل كيدخل في الربيع وكيخبي لك لور ديالك. دونك ضروري خاصك دير غراماج خفيف باش غير كتخلي داك لور شويه في لو با ديال الباراج باش كيبقى شويه لتحت. داكشي علاش كنصيدو بزاف
غير بالغراماج كنصيد بيرسونيلمون بزاف بالغراماج رقيق من 3 حتى 7 ماكسيموم. شكرا اخويا زهير من جبال خنيفره كنحييك. كنشكرك اخويا بومسيس، عندكم ديك التنيه تبارك الله زوينه وزوينه بزاف، كنشكرك فريمون، كنشكرك وكنشكر الاخوان كاملين الناس ديال خنيفره، افران المرنيسي، خويا المرنيسي، الحاج البحار، البحار، الحاج نحال، الاخوان كاملين ديال 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 لا ريجيون ديال اطلس. كما قلت لكم هادو لي لور اللي كنصيد بهم انا بزاف، الاغلبيه كتديهم معاك، كديهم معاك غير احتياطيا، ولكن النهار كامل وانت كتصيد، كتصيد تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال لي لور، لي بلاس جيرك بيت، بوبر، ستيك بيت، ولي لور سوب، صافي هادو هو شريك، هادشي هو باش كتصيد الاخوان. هادو هما الماتيريال نورمالمون ديال البلاك اللي كاين. وي لي فروغ، كاين الاخوان اللي عزيز عليهم كيصيدوا بلي فروغ، فوالا هذا لي فروغ برمي، نقدر نقول لك عندي جوج ولا ثلاثه ديال لي فروغ، هذا واحد منهم باش كنصيد انا شخصيا. ما كيضرب عليهم، ولكن عندنا في المغرب ما كيضربش بزاف بزاف على لي فروغ، ماشي حتى لديك الدرجه اللي تقدر تتصورها ولا تشوف في الفيديوهات ديال في الاترونجي بحال دابا وانت زوني ولا في بلايص اخرين. عندنا في المغرب الفروغ كيضرب عليهم قليل. واش ما كتفضلش ويتليس؟ كنفضل ويتليس، ولكن كيعجبني واحد شويه ديال الكراماج، كيعجبني نقيس، نحس بلو فون. انا ماشي من داك، ماشي جيم با ديك لا بيش اللي كنقولوا لها حنا سيرف كاستينغ، بيشون سيرف كاستينغ اللي كتلونسيها وكتخلي الكورون ديال الماء هو غادي بها وانت كتسنى تسنى في الحوت يهزها. لا انا شوي ديو جونغ لي كي انيمي، جيم انيمي لو لور ديالي، جيم كيعجبني نحس بلو لور كيقيس لو فون. الا ما كانش لو لور كيقيس لو فون راه بحال جالس في مشحات سيرف كاستينغ والسلام، دير كدير لي اتراكتون وكتولي مشحط اون سيرف كاستينغ. لي فروغ سوبر، لي فروغ سور لي زارب جادور ايفيكتيفمون. كيما قلت لك اخويا سمير، راه كاين اللي كيصيد بيه وكاين اللي لا. دابا الضرب قبل ما كيهضرش عليه بديك الطريقه باش كيضرب على مثلا على لي روسوب على هذه، ولكن الفراجه ديالهم راه فراجه زوينه وزوينه بزاف. داير كاينين دوطر تكنيك باش تصيد بالورم، ما تحتاجش انك دير ليه قميمه، ما تحتاجش انك دير ليه قميمه من الفوق. كاينين هاد لي فيس، سون دي بلون فيس، ها هو راه كما كتشوفوا هنايا بلاتي، سي تان بلون لي هو فيس كتشدو وكتبوينتي في الاخر ديال الورم ديالك، في التحت ديال الورم ديالك كتدخلو بحال هكذا فوالا، اون كريون واحد المركز ديال الثقل اللي هو التحت، في التحت ديال لو لور. بهذه الطريقه هذه الى لونسيتي راه كيخرج مزيان، هاد حيتاش كتكون الصناره هنايا لاصقه الفوق، دونك وانت داير ليه القميمه هنايا في التحت داك الفيس هنا لتحت، فاش كتلونسي راه كيخرج بحال قنبله، كيمشي بحال سكون، كيمشي ديريكت كيطيح في الماء، كيهبط دغيا لا بروفوندور. كاينين فيه غراماج اللي هما مختلفين على حساب على حساب الطاي ديال، على حساب الطاي ديال لور ديالك. هذا فوالا، ها هو هذا الحجم شويه كبير شويه. هادو بارمي الحوايج اللي ما خاصهمش يخطاوك، في بارمي لي زوتي ديالك، لي زامسون، لي زاغراف، العقيق، هاد العقيق هذا حتى هو فوالا. كاين السناره هادي، عقيقه كنستعملها انايا فوالا، هادي عقيقه ديال الدجاج، كديرها بزاف ملي كدير اش كيقولوا ليه، ملي كتكون كتصيد على التكساس ريغ، ضروري ما كدير هاد القميمه هادي قبل من القميم، ما بين السناره والقميمه ضروري ما كديرها. علاش؟ حيتاش باش كدير البروي فوالا، وكدير من قبل منه قميمه باش كيدير الصداع، باش كيدير الصداع راه كياتيري داك البروي، كياتيري مع لانيماسيون ديالك تك 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 تك، كياتيري البلاك.
هذا واحد الطريقه من طرق باش اتيري البلاك باس اللي عندك. I have to go to bed. Keep it up this good work. Stay safe. Keep your family healthy. Thank you, Rocky. For sure, I will stay home with the guys, with the, all these lights, with this group. Thank you very much for your present. We will talk later. Thank you very much again. Ciao. Have a nice night. Huh? So, الدراري هاد الشيء اللي حاولت نتكلم واحد شوية على قاع على قاع الحوايج نجاوب على لي كيسيون ديالكم ونتكلم على على الماتيريال او ميم طون كنظن انه ندوز دابا لي كيسيون اخوان عماد ارى لي دابا لي كيسيون ولا عندك دي كيسيون خي جواد مرحبا حسن ارى لي لي كيسيون ولا كاين دي كيسيون فيصل ما تنساوش الاخوان بارطاجيو هاد اللايف هذا باش يوصل الاخوان كاملين بارطاجيو باش يشوفوا الناس ويتعلموا ويعرفوا لي باز لي باز ديال البلاك راه فريمون واحد الحلاوه فيه واحد الحلاوه اللي واحد زوينه الصراحه سيرتو ملي كتشد الحوته وكتطلق ليها راه ما كيعرف بحقها غير اللي كيصيدها واللي كيجرب بها صراحه. داير كنشكروا اوسي خاي سمير الوفي على المجهودات اللي كيقوم بها اونطون كو غارد بينيفول فهاد لا بيريود هادي مالوروزمون ما كاين صيده ما كاين خروج ولكن كنتكلم على في الوقت اللي كيكون البلاك اون برودكسيون وحنا كنكونوا جالسين ما كنصيدوش راه كاين واحد السيد كيدور على دوك لي باغاج ديال اكادير كيدور عليهم كيطلع عليهم وكيشوف اشنو كاين اش ما كاين. شكرا سمير. واش كاين شي واحد كيبراكوني ولا لا؟ شكرا اخويا سمير الله يحفظك. حسن فرحات اشنا هي لابريز اللي عندك تنسى اشنا هي التي بلد طبطت فينا ومشيتي شوفوا حسن اشنا هي لابريز اللي عمرك تنساها شي حاجة مرك. اوكي طرا لي واحد النهار واحد ديكور كان عندي واحد البوبر يلا شريته يلا شريتو باقي جديد يلا حيت باقي في الباك كارطونه ديالو مشيت كنصيد في البراج مولاي عبد الله واحد الدري من دوك الناس ديال الدوار تما كيسرح الغنم جالس مورايا كيتفرج فيا كنصيد بلور سوبل كاين بزاف ديال العواد وهادي هو يقول لي راه كيجيو شي نصارى لهنايا قال لي راه كيجيو شي نصارى كيصيدو وكيصيدو الهيف داك الراس قال لي كيتفرجوا مزيان على البلاك باس قلت ليه باش كيتفرجوا ويقول لي بهذيك الحوت اللي كتبقى فوق الماء قلت ليه ابو قال لي والله عادي ايفيكتيفمون في البلاصه هزيت حيت داك الورم وانا لصق بوبر لونسيت لونسي الاول طفطف جوج ضربات هو اللي طلع عليها بلاك زقلها لونسي الثاني وانا كنجمع وانا كنجمع كنبوبي هو يضرب عليا جايب 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 حتى لعندي هو يدور دار لقاني بعد حل الماكينه دار جر طلع ساسها قطعها وداها بوبر باقي جديد باقيتو يلا تصيد الاولى ديالو الدوزيام لونسي ديالو داه بلا ما نقول لك السميه وبلا ما نقول لك حسن انت شحال داير اهنيني انا ولد اسفي وصديق ازريدو مرحبا خويا برد بدر الدين مرحبا مرحبا بك الله يعطيك خير. زهير هضر لينا على لي ديفيرون مونتاج. خويا جواد لي ديفيرون مونتاج لي كاينين بزاف ديال لي مونتاج كاين طيك ساسريك كاين كارولينا كاين نيكوريك نهضروا على لي مونتاج سورتو بغينا نهضر على نهضر لكم على لي مونتاج على لي مونتاج اللي كي خصني نرسمهم للدراري حيتاش ما جاتش غير نهضر هكا نهضر هكا راه ما عندك كاينين دي مونتاج اللي هما ايفيكاس اللي هما كيصيدوا بهم اخوان كاملين وهو كنصحك بهم اخوان كاملين راه ساهلين صناره عقيقه كما هادي ها هي راه دابا راه موجودين الحمد لله هاد العقيقات وهادشي يمشي غير عاد مول العقيق ياخذ عقيقه في اللوان دايرين بحال هكا بحال الكره ويحاول ياخذهم شويه يقلب على دوك العقيقات ديال الزجاج الى لقاهم قميمه انا ما غنقولكش تشري كومبو كامل حيت كاين دي بواط كيتباعوا كومبلي فيه قميمه وفيه سناره وفيه هادي انا ما غاديش نقولك هكا غتمشي غتاخذ قميمه وغتاخذ عقيقه اون سون تيكسون ها هما راه الحمد لله دابا لي زام سون تيكسون راه كيتباعو موجودين هذا تيكس هذا هو المونتاج تيكساس رينغ ديريكت
وكدير ان ستوبر من فوق من القميمه باش ما يبقاش تطلع لك للفوق، كتبقى ديما فواحد العبار باش ملي كتحرك كتبدا تقرقب ديك العقيقه باش كياتير لاطونسيون ديال البلاك. وعندك المونتاج كارولينا، المونتاج كارولينا كدير انا سون تيكسون، راه كاين عندي ديجا واحد، كاين عندي ديجا فيديو فلاشين ديالي راه غنبارطاجي معكم في لي كومونتير لتحت في الاخر، غنبارطاجي لاشين ديالي اللي بغى يدخل يشوفها واللي بغى يدخل يتسالى. انا ما غنقول لكم باش ابوناو، اللي بغى يتابونا تابونا، اللي ما بغاش يتابونا ماشي مشكل عندي، المهم هو تعمل فائده. مونتاج كارولينا سناره كتبعد عليها نقولوا بواحد 40 سنتيم ولا 50 سنتيم، وكدير انا ميريون ياك، كدير هو انا ميريون، كدير قميمه ديالك، القميمه كتكون ديالنا ولا ستوبر الاخوان اللي ما عندهمش ستوبر، كدير تستعمل غير انا ميريون عاود تلصق عاوتاني الخيط من الفوق باش تكمل الخدمه ديالك. دونك علاش قلت لك انا ايميريون غير الناس اللي ما كي اللي ما عندهمش لي مويان ولا اللي ما عندوش باش يشري داك ستوبر ولا اللي ما لاقيهش ما كيتباعش عندهم، دونك خاصو يفكر في طريقه جديده. سناره خيط ام سون تيكسون سبيب وتقول كيكون بعيد على السناره بواحد 50 سنتيم. علاش؟ باش كيخليها مهزوزه، تقل القميمه هي هذه في الارض، لاصق القميمه في الارض، ولكن هذاك الوورم عندك ولا داك ولا داك لور سوب اللي عندك كيبقى مهزوز. عندك النيكوريغ، نيكوريغ هو واحد المونتاج اللي كيتستعمل، كدير فيه المونتاج ديال الدروب شوت، مونتاج تقريبا السناره ديال الدروب شوت، كدير ليه السناره ديال الدروب شوت هذه ياك، كيتستعمل بزاف في لي وورم، كتستعملو مع لي وورم بالضبط. كتجي لهنا ديال تي هادي الاخوان اللي ما لاقينش، بحال هادو، بحال تقول هذا اللي داير بحال هكا بحال فيس، يستعملوا غير فيسات، الفيس اللي كيتباعوا في الحانوت ولا عند بادون عند الدروغري. هذاك كتجي للراس ديال فين هو الورم، كتجي للراس ديال الورم ديالك وكتانسيريه. ها هو نجربوا لكم القضيه هذه دلوقتي، نوري لك فوالا، كيجي بحال هكذا داخل في وسط منه فوالا. وكتاخذ عندك يكونوا كتمشي تقلب كتشري هاد لي زانو هادو كيتباعوا فوالا، هاد لي زانو هادو دابا راه كاينين كيتباعوا، راه موجودين، يا اما كتشريهم من علي اكسبريس يا اما كتمشي عند دروغري جوان طوليك، ها هما راه كاينين موجودين، كتدخلوا في الورم ديالك بحال هكذا وكتلصق ليه السناره وكتلونسي. دابا هذا لانيماسيون كي دايره ديالو، دابا انت لانيماسيون ديال هذا فاش هاد تقول هذا اللي عنده في الراس هو اللي كيولي كيهبط بحال هكا، كتولي لانيماسيون طالعه بحال هكا، كيولي بحال كيجي كينقب الارض، وكتبقى دير ليه انت لانيماسيون ميم طون برت، كتبدا تهز ديجا ضربات اللي هما بروسك للفوق، كيطلع كيعاود يهبط، كتعاود تضرب كيتهز هو، فاش كتضربو انت راه كيتهز يتجمع بحال هكا كيتمجي، ولكن فاش كيهبط راه بحال هكا كيهبط براسو لتحت. دونك هذا ستا مونتاج اللي هو مونتاج زوين وزوين بزاف حتى هو، ولكن ما يخدمش لك في البلايص اللي فيهم الربيع كثير حيتاش غيبدا يغلق. كاين عاوتاني المونتاج ديال دروب شوت كما شرحت لكم في الاول، خيط طويل، خيط كدير من تحت منه قميمه كتكون لتحت، وهاد السناره هذه السناره ديك السناره ديال دروب شوت ولا سناره صغيره كديرها هنايا وكتلصق لور ديالك ولا الورم ديالك ولا داك لور دو فيناس. اغلبيه خاصك دير لور دو فيناس باش كيكون عنده هاد لاكو هادي شويه فيبرونت باش كيتحرك، باش كتكون كتحرك غير شويه كيتحرك لور كامل. دونك كضربها لي غير من النيف ديالو وكتخليه. هادو بالنسبه ليا انا هادو هما لي مونطاج اللي خاصك تكون عارفهم وتكون كتستعملهم، اللي هما ضروريين. الباقي الاخر كيولي غير اجتهاد، هادو هما الضروريات، وكما قلت لك داكشي الاخر كيبقى غير اجتهاد ديال كل واحد، وكتقلب كل واحد وطريقته. وصل بلاك باس لذيد حيت عمرني كليتو مثلا الباقلان.
لا خويا لا لا ما عمري كليتو الصراحه. ولكن انا ما كنت كنصيدو في الاول ما كنتش كنقدر ناكلو. كيقول لك راه كياكل الجران كياكل هادي كياكل هادي. اوكي خويا حاتم دونك ل ل ل ل ما كما كنتش ناكلو صراحه كنعيفو صراحه حيتاش دابا. ولكن انا جو بريفير ما نتكلمش على هذا الموضوع هذا. جو بريفير نهضر على تقول لي شنو كيعجبك في النوكيل، شنو شكون فين تكلم فين تكلمتي على فين اكتشفتي النوكيل، كيفاش اكتشفتي فين كذا. نجاوبك على هذه لا كيسيون هذه. اما الماكله ما سا دون با انفي صراحه. خويا حاتم لا كيسيون ديال خويا حاتم، تكلم لينا على البراج المسيره في رايك شنو خرج عليه. البراج المسيره موضوع اللي هو صعيب يتحل ولا صعيب يتلقى لي حل. علاش؟ دوك الناس ديال تما ما عندهم ما ياكلوا، هذيك هي الحاجه الوحيده اللي كيعرفوا يديروا، يصيدوا بالشبك ويبيعوا الحوت. دونك نقولوا انه خرجوا على الوقت بالشبك، حيتاش علاش دخلوا دي تكنيك شحال هادي كانوا كيصيدوا بالشبك ايفيكتيفمون، شحال هادي كانوا كيدخلوا كانوا كيصيدوا بالشبك. ولكن ماشي بحال دابا، مؤخرا دخلوا التقنيات ديال البحر، التقنيات ديال البحر دخلوها ولا كيصيدوا بها على البراج. الا هي شنو هي؟ الجراف. عندك اوتوما شنو هو الجراف؟ الجراف راه هو الشطابه، الشطابه كتجر الكبير وكتجر الصغير ما كتخلي والو. دونك الا جريتي الكبير والصغير وجريتي الفراخ ديال ولاد لاكارب وجريتي وكيخرجوا كلشي مجموع في الربيع وكيتلاح داكشي برا وكيعزلوا داكشي اللي بغاو وداكشي الصغير كيتلاح ولا كيديوه يديروه مقلق. اليوم غدا اليوم غدا شحال شحال فلوكه كاينه في المسيره حاتم؟ راه انت بلا ما نقول لك راه ما غير في جهه غير في واحد المنطقه راه مش حق الربيع اللي كان قالها ليا واحد الصديق راه وصلت شي 130 فلوكه ولا شي حاجه بحال هكا. وتخيل معايا 130 فلوكه راه ما كتلقش شبكه وحده، راه كل واحد كتلقى عنده جبل ديال الشبك في فلوكتو، راه يجلسوا على جوج الناس ديك الشبكه راه ماشي شبل، راه فرق خناشي ديال الشبك محطوط عنده في ديك الفرن. ولكن المشكل ماشي ديالنا حنا في الاصل، المشكل ديال الدوله ما دايراش لدوك الناس بديل. ما يمكن بلوس ما كي غدير لهم هذا البديل هذا في ديك البلاد؟ ما كاين والو اصاحبي، راه الصفوريه راك شتي كلشي بعينك راك تجي تما. البوري عزيز عليا البوري اخويا عمر، عزيز عليا البوري. لو ني درينك او سي سامبل افكتيف نوتامون دون لو كا او لا شالور دو لو اي با. وي افكتيفمون خويا بن شفي محمد ني درينك افيكاس. غير انا كنقول ان في الكراماج جيت نقص واحد الشيء في الكراماج، حيتاش راك عارف هو لي بوينت وداك الراس اللي كنديروا ليه حنا كدير ليه هذاك بوانتو، دونك كيهبط كلشي. واش فهمتيني؟ اصلا كلهم كيصيدوا في الداخله. اي اخويا جوادي كلهم كيصيدوا في الداخله، ولكن ما كانوش كيديروا ديك لا تكنيك شحال هادي. شحال هادي كان كيجي كيطلق الشبكه ديالو والغد يجي يجمعها والسلام عليكم. دابا دخلوا طرق اخرى للصيد هنا في لا ريجيون ديال 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 جديد. هنا في لا ريجيون ديال جديد خدامين بديك الطريقه وعينا معاهم، عمرنا تهضر مع الحيوط. ضروري دير لينا واش هادوك لي لور اللي في علي بابا مزيانين خويا؟ هادوك لي لور ديال علي بابا هادوك لي لور ديال علي بابا مزيانين، كاين فيهم هاو ها هو وحاتم يدويلك عليه. عزيز عليه هذا اللور هذا مزيان، ها هو راه باقي جديد، ها هو راه باقي جديد. هذا بارمي لي لور اللي اكتشفتهم انا في علي، ولكن ولقيتهم مزيانين صراحة، خدامين وخدامين مزيان. السلام عليكم خويا زهير، خويا عمر مرحبا مرحبا خويا عمر الله يعطيك خير. موفيز افير لي فيلي بو حسن السلام عليكم، دير مود سيلونسيو
كلشي مزيان هانيه. حنا كصيادة كيفاش نحافظوا على هواية الصيد والحوت بصفة عامة؟ خويا حاتم جو تو ميرسي بزاف على لي كيسيون اللي كطرق اللي كتطلق فريمون. كيفاش نحافظوا على الحوت والصيد وحنا كهوة ديال الصيد؟ اول حاجة نحافظوا على باش نحافظوا على الهواية هذه خصنا نحافظوا على لاميتي بيناتنا، خصنا نحافظوا على العلاقات اللي بيناتنا هي الاولى، عاد ندوزو الحفاظ على الصيد وندوزو لحاجه اخرى. حيت شي الا ما تحلاتش فينا الاخلاق الحميده والاخلاق اللي مزيانه والمسامحه، انا خطيت في حقك ما فيها باس انك انت دير عين شافت وعين ما شافت وندوزوها اوني امي صافي سالينا، ما نبقاش نحقر عليك وانت تحقر عليا ولا قلتي لي ولا ما قلتيش ليا. هذا اول حاجه. ثاني حاجه ندوزو الصيد. الصيد الا ما احترمتيش ديك 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 الهوايه اللي كتعطيك داك لو بليزير ديك النشوه ديال الصيد، الا ما احترمتيهاش انت او طونكو بيرسون، الناس اخرين ما غيحترموهاش. انا نشوفك انت غتحترم ونطلق حوته، شحال من واحد راه حاتم راه بادي معنا راك بديتي معنا ولا بادين راكبين في الفلوقه كما كيقولوا من الاول، راك شتي كيفاش كانوا في الاول شي ناس وكيفاش ولاو انه ناس كانت مقتنعه انه لا الحوت خاصو يتكال، ومن بعد اقتنعات بالنوكيل واقتنعات بالفكره ديالو وبالبليزير ديالو. هذا البليزير ديال النوكيل ما عندوش حتى شي قياس، ما يمكنش تعبر، وما كاينش شي واحد يقول لي انه لا الحوت راه كيتستريسا ولا الحوت لا راه ما كيعيش راه كيموت كنتعداو عليه. انا ما متفقش في هذه القضيه هذه، حيت شكون كان الحوت ما كتعدى عليه ما غاديش يضرب عليك عاوتاني. انت فاش كتشدو كديه المقله مزيان هذيك عندك حتى هذيك الساعات راك ناضي، ولكن الا شديتيه وطلقتيه كتولي انت ما مزيانش. هذا برمي الحوايج، هادو برمي الحوايج اللي كيما قلت لك اخويا حاتم، نتصالحوا حنا مع راسنا ومع نحيدوا بعدو عنا المشاكل وبعدو عنا الصناعات. اللي بغى يخدم كل واحد يخدم في تيقارو، اون فو فيغ ايكيب اوكي اون في ايكيب اونسومبل، اوني توس كنخدموا باش ننجحوا هاد الهوايه، باش الهوايه تصدق، باش انت ولدك تبارك الله ولدي انا ولد خليل ولد هذا ولد هذا ولد هذا غدا ولا بعدو غادي ندي معايا صيد، غادي يمشي يتفرج، غادي يمشي يصيد، ماشي غادي نديه نقول ليه ابدا غير كما كيديروا لنا دابا الاخوان الناس الكبار. الا جيتي تشوف اللي جيتي تهضر مع الناس الكبار اللي كيصيدوا في البحر، وشحال كان كيضرب عينه هذا ديال الحوت في كنا حنا. هادو برمي الحوايج انا اللي كيحزوا على قلبي الصراحه، اننا كل واحد يحافظ على 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 على, على, على البوتونسيال اللي عنده في لا ريجيون ديالو. كل واحد يحافظ قولي باش نبداو نهضروا على علاش الجنوب ولا علاش هنا ولا علاش هنا نوكيل ولا علاش هنا نوكيل، وصافي دير انت شي حاجه وحنا معاك نعاونوك اسيدي. احنا انا كجمعيه ديال مازاغان نتكلم باسمها ونضرب في الرئيس ونتكلم بسميتها، وحنا مستعدين نتعاونوا معاك اسيدي. يلا شوفوا عطينا شي بروجي شوفوا كتاش هادي دير. ولكن فريمون الا ما تعاوناش ودرنا لي الدفليد راه اون فاجامي غيبي، راه برا راه كيتمناو يجيو عندنا. نهار كيجي كيصيد عندك راك انت حاضر للناس اللي اول مره جاوا صيدوا وقال لك لا ما يمكنش، واش هادشي عندكم هنا بحال هكا جايبين كيصيدوا بالبادلين ديال الفان ولا الفان دو، كيضرب عليه بلاك كيفرق عليه جاي تصيد بالبادلين ديال الفان دو ولا بالبلاك وفيراج ديال الجد، راه ما يمكنش. راه شوف انا كنقول وتنعاود نقول انه الا ما حافظناش على الثروه ديالنا الثروه السمكيه، حنا كنهضروا على حنا كصياده، خلينا من السياسه وديك الهضره ديال التلفازه والاحزاب وكذا بعد ما نديروا بها. حنا الا ما حافظناش واحترمنا هذه الهوايه هذه راه ما غايجيش شي واحد يحترمها بلاصتنا. حنا نحترموها باش نخليو ناس اخرين اللي جايين جداد هادو اللي كيسولوا على المعلومه يتعرفوا عليها ويعرفوها ويجيو يحضروا الاجواء ديال 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 اللقاءات اللي كيداروا ديال الندوات. هاد مالوغوزمون هاد العام هذا كنا هاد العام هذا كانوا بغا يداروا مسابقات، كانوا بغا يداروا بزاف ديال الحوايج. مالوغوزمون كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما مطرين النيفو ديال الما كريتيك، الشتا ما طاحتش، هاد المرض ديال الخايب اللي كاين دابا يشافينا ويشافي الجميع. بزاف ديال الحوايج اللي كل واحد خاصو يخدم في جهته، كل واحد خاصو يخدم ونتحدوا، راه بالاتحاد غدور العجله. وسمح لي عاد مطولت واحد شويه.
والاخوان على هاد لو سوجي هذا، حيت الصراحه كيقلقني هذا الموضوع هذا. ما عمري دخلت اون ديسكوسيون مع شي واحد في فيسبوك على سورتو هادوك اللي كي سون كونتر نوكيل ولا هادي ولا هادي، ولكن ما كيقلقني حيتاش ما كندخلش في هاد لو ديسكوسيون هادوك. لا خويا فيصل، شوف والله العظيم كتلقى مع ناس خاصو غير يتوجه، خاصو غير يتوجه، راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، خاصو غير يتوجه. راه حنا بدينا كناكلو الحوت، نديو كنصيدو كنديو كنعطيه لعباد الله، ولكن مع الوقت استفدت من منير، من الحاج، من البحر، من الناس اللي كانوا قبل مني. عبد اللطيف اللي كنت كنمشي ديك الساعات كنمشي انا باقي الله ديبيتون، وهما بادين قبل مني بواحد عامين تقريبا ولا اكثر ولا ما عرفت شحال. دونك وحنا الحمد لله خوت وكنتلاقاو ديما وحباب وصحاب. كلمتي على ديلر وسالاي تكنيك كيخدمو مزيان بالبيت كاستينغ اطون افي، علاش لا بلوبار دي بيشور، علاش لا بلوبار دي بيشور ماروكان ما كيستعملوش؟ خويا خالد راه جاوب ديك الساعات واقيلا ولا غير تعاود لي هادشي. شوف الكاستينغ كما قلت، الكاستينغ راه ماشي مشكل، الكاستينغ المشكل الوحيد اللي فيه هو انه كيخبل. كل ما كانش تخبل راه ما غاديش كل ما كانش تخبل راه ما كاينش، راه ما غاديش يكون انه مشكل. دابا حاليا كاينين دي مولينين دو كاليتي، راه هذا المشكل ديال التخبل ما بقاش نهائيا، تشحط كيف ما بغيتي، هو كيحسب الراس ولا لا فيتاس وكيوقف الراس. دونك سي بوسيبل انه الناس يبداو يسيروا بالكاستينغ و سي سافا دوفينير تري 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 فاسيل بوغ. وي السيادة بالفلوتوب، السيادة بالفلوتوب صراحة تخي انتريسونت، زوينة ومفرجة، مفرجة باش كنقول مفرجة بالمعنى ديالها الحقيقي. كدير واحد شوية ديال السبور، ولكن أنا كنقول وكنعاود نقول ديما الفو سيكيبي، راه لا بلوبار ديال الدراري اللي عندهم لي فلوتوب راه ما ايكيبينش بالمعنى الحقيقي ديال الفلوتوب. أي الدراري كاملين اللي عندهم لي فلوتوب كيصيدو ب ب ب ب ب ديكان ديكان هوت غام، عندهم ديكان زوينين ماتيريال ناضي، ولكن الفو سانفيستي راه واحد شويه وفيها باس باتري اشو قداش، راه صغيور ان بتيت بواتيه ولا ان بتي سوندور صابو هذا كتلصقو في التحت ديال الفلوتي، ما كتقب والو ما كتلصق والو، كاينه واحد كتلصق لي غير واحد السميطه راه كتبع، ويسوفي انك تدخل به وتصيد وكتولي عندك اون ابليكاسيون في التليفون ولا في عندك اون بيتي تاكرون ديالك، وكتبدا تشوف لا بروفوندور لا تمبيراتور ديال الماء، الحوت فين كاين، لافراستركتور التحتانيه واش كاين حفره ربيع حجر شجره، وان فيغ لا ميزور على حسب لي موين ديال كل واحد يديفلوبي لا تكنيك بيان سور. لا ديفيرونس اونتر ما عرفتش لا ديفيرونس بيناتهم خويا فيصل، ولكن كما قلت لك لي تكنيك ديال الصيد، لي مونتاج للدراري اللي يلاه بادين راه معروفين، ما يصدعش راسو هو بشي حاجه اخرى، غيصدع راسو بشي حاجه اخرى غادي يبقاو يتخلطوا على العرارم. اللهم كاينين ربعه ديال التكنيك اللي قلتي بدا بهم من الاول، الواقي هو زوين صراحه، تصيد بلا قميم بلا ويتلس، مقميم بسناره من الوسط بحال من هكا وكتلونسيها وكتبقى تجيبها ليه من الوسط. هادي حتى هي هادو حتى هي بارمي لي زاكسيون ولا لي زانيماسيون اللي هما مهمين وكيتفرج بهم الواحد على البلاك مزيان نيت صراحه. غير هو كما قلت لك انا كيعجبني شويه الانيماسيون، شويه تعيش مع لولور، ماشي كتلوح وتخليه كتبدا تصند تبدا تتحرك دقيقه ولا جوج دقائق وتسنى عاوتاني دقيقه اخرى، كيعجبني
تكون شويه ديال الانيماسيون في الصياده. خاصك باش غير تشرح في شي كومبيتيسيون مونديال ديال بريسيزيون. اللهم بارك حسن. الى بغاو الدراري يقدر ندير لك اون ديمونستراسيون دابا، ما كاينش مشكل، لايف ديمونستراسيون لايف. شديد انا عندي كاياك. مرحبا خويا، كاياك راه بحال اي فو سيكيبي، راه بحال الكاياك بحال الفلوتوب بحال الامباركاسيون اون جينيرال. اهم حاجه هي الاهم حاجه في الصيد هو كما قلت لك، راه كيما تقدر تانستاليه في فلوتوب، تقدر تانستاليه في كاياك، تقدر تانستاليه في زودير، راه ما كاينش فرق زعما صراحه. واحد النهار تفرجت في واحد باران شديت فيه 20 بياسات اللي شديت تنعلمها ونطلقها، بقيت في نفس البلاصه النهار كامل، البياسه اللي ضربات عليا ما بقاتش تتعاود. علاش اخويا زهير؟ حرام بقيتو فيا الخدمه. فازي دير نشوفو. دونك شوف خويا طارق، ما نقدرش نقول لك، ولكن نقدر نغارونتي لك انه غترجع اون اوتر فوا، واحد الغد ليه ولا في العشيه ديال داك النهار، ولا الغد ليه نقولوا الغد ليه ولا لا سيمانه دابخي، غتشد دوك لي بريزي شديتي في الاول. هذه ضروريه، هذه حيتاش انا مجربها ماشي مره ماشي جوج، مجربها في البراج في لو سود في اكادير، ومجربها انايا عندي هنا في لا ريجيون هنا في ازمور. ها خالد راه كنحاضر ان بلاك باس شديتو اليوم، حد بحال قلتي اليوم حد الحد دابخي شديتو انايا في نفس البلاصه، هو لا بروميير فوا شديتو عندي الكام صور انا وياه، واقيلا لا بروميير فوا شديتو بسبينر بيت، ولا دوزيام فوا شديتو بسينكو. والاخوان راه كاين شحال من واحد طرات لهاد القضيه هذه، شاد بلاك جوج مرات، راه ماشي زعما صعيبه، راه سي كدار. او دابا ماشي كلشي اللي بغا ندير ليه لا بريسيزيون. بارطاجيو اللايف على هو الاول وندير معكم لا بريسيزيون، يلاه بارطاجيو لنا اللايف باش يطلعوا الاخوان كاملين يتفرجوا شويه. الو بلاتي انا نوجد لكم اللعبه. ها هو وحده. حسبوا الثانية
بركة. بركة عليكم. لا لا ما تخافش، هي غير فيترينا. دونك الى نصيد بكاياك خاصني نعرف القصبة الطول ديال شحال. شوف خويا كاياك، كاياك اللي غتصيد بكاياك بحال بحال غتصيد بفلوتوب، كاينين دي كان سبيسيال كاياك. اول حاجه كتشوفها في الكاياك، كتشوف في الكاياك في السيل بالقصبة باش تصيد بكاياك، يكون عندها الطالون قصير، كيكون عندها الطالون قصير. ما هادي دابا بحال دابا هادي ماشي تصلحش للكايك، الطالون ديالها طويل. هادي الطالون ديالها قصير، هادو ديك كيكونوا ديكان الطالون ديالهم قصير. علاش؟ باش ما كت فرونسي ما كتكونش تكون عقرب، وعندك وعندك تف فاش كتكون كتمانيبيلي كتكون عندك عقرب حداك، فهمتيني؟ ما كتكونش طويله بعيده، فهمت؟ وما تديرونجيك سورتو ملي كتكون غتهز الحوت ولا غتجيب عندك الحوت، ما كتكونش غديرونجيك، ضروري خاصها تكون عندها الطالون ديالها قصير. ماكسيموم غادي تكون 1.90 متر، 2 متر الى طورتي كاع هادو ف ف ف وتكون وتكون من الاحسن تكون تكون في ناس، ما تكونش شي قصبة واقفه. علاش؟ باش تواش تفرج، حيتاش ماشي بحال بحال لوبور غادي تغلق في الربيع خاصك تجرب. الا عندك فملي كتكون في كاياك ولا في لوتيوب راه كتكون اكسي كتكون قريب، كتكون فوق من الحوتة ولا اغلبيه كتكون هي كتجي تحت منك، دونك كتفرج مع اوما بكسب في ناس على كسب يجي تقاصح. دونك الاخوان اظن اننا كان لو بوت من هذا اللايف هذا هو اننا نشطو ونتفرجو كاملين ونضحكو كاملين وندوزو وقت زوين معنا كاملين مع الاخوان كاملين. سورتو شحال هادي ما تشوفناش، شحال هادي ما تلاقيناش. كنشكرو فيشي الموروكو انترناسيونال على هذا الجروب هذا، كنشكروا الاخوان كاملين اللي ضحاو من وقتهم وضيعوا من وقتهم باش جلسوا معنا تفرجوا معنا في هذا اللايف وتابعوه معنا. جيسبر انا بيرسونيلمون راه شوي اوفر ا تو لي كيسيون. الدراري كاملين اللي بغى يتعرف يعرف شي حاجه، اللي بغى يسول مرحبا مرحبا بالاخوان. كنشكروا كاع الدراري عماد عماد مهدي عمر طارق خالد حتيمه بجوج مساء الخير. شكون اخر سمحوا لي الا نسيت شي واحد، ولكن راه لا ليست طويله طويله بزاف ما نقدرش نسيت الاسماء كاملين. هادو غالي دايز لي دابا في راسي بلوتو لي برزطوني. شكرا وشكرا مهدي، شكرا عادل، نور الدين، اخوان كاملين، صديق اخر ما عقلتش على سميتو ولكن نطلب منه يسمح ليا المره الجايه غنعقل على الميموريز الاسم ديالو. هاديك صحاب زهير الله يحفظكم. جيسبر كما قلت لكم اننا نكون جاوبت على كاع لي كيسيون ديالكم. حنا اخوان، حنا راه صحاب، كنبارطاجيو لا فورماسيون كاملين. نقدر نكون غلط في حاجه ولكن راه فت في حاجه، نقدر نكون فت في حاجه وغلط في حاجه. شكرا وتابعوا هذا الجروب هذا، راه كاين الجديد ان شاء الله ديرو هذا المو هذا كامل ان شاء الله. راه الله ما يدار وعطى بوكو دافورماسيون اللي كاينين. شكرا الدراري كاملين، السلام عليكم، تصبحوا على خير. دايور راه نخلي لكم لاشين في لي كومونتير كما قلت لكم، راه كاينين دي فيديو زوينين تدوزوا بهم هاد اليومين هادي وتسهروا معاهم الليل. السلام عليكم، في الكومونتير غتلقاو فيه الرابط ديال لاشين. سلام، الله يحفظكم.